القدس كلمة تمتلك بحروفها قداسة هذا المكان الذي يحتوي على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. هيستمر نضال إلى أن يرفرف علم فلسطين على القدس. النهاردة جمعة 22 ديسمبر 2017 9 صباحا بتوقيت القاهرة. أهلا بكم وحلقة جديدة مشاهدينا صباح دريم ويكند. خلونا نبتدي كده الأول ب يعني الخبر الذي تصدر الصحف والمواقع وكل وكالات الأنباء. الأمم المتحدة تبنت قرار ضد دونالد ترامب بشأن القدس بأغلبية 128 صوت. امبارح تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بيرفض اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل بتأييد 128 دولة ورفض 9 دول وامتناع 35 بلد عن التصويت. بيأكد هذا التصويت أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي اللي بيتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. والمشروع ده بيعرب عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس، وبيأكد أن أي قرارات أو أي إجراءات بيقصد بها تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أي أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغائها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. يهيب مشروع هذا القرار أيضا في هذا الصدد بجميع الدول أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر سنة 1980. وبيطالب المشروع كل الدول بالامتثال أيضا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات. صوت لصالح القرار 128 دولة، فيما رفض القرار كل من أمريكا وإسرائيل وغواتيمالا وجزر مارشال وناورو توجو هندوراس وبلاو. الدول اللي امتنعت عن التصويت: أرجنتين، أستراليا، جزر بهاماس، بنين، بوليفيا، بوتسوانا، الكاميرون، كندا. مع أن كندا كان ليها موقف أو تصريح، بس تصريح يعني شفهي كده أن هي رافضة تصريح دونالد ترامب، بس هي امتنعت عن التصويت. كولومبيا، كرواتيا، جمهورية دومينيك، فيجي، هايتي، مكسيك، كل دول امتنعوا. ملاوي، لاتفيا، بنما، بارغواي، بولندا، الفلبين، رومانيا، رواندا، وجنوب السودان وتوباغو، بوسنا والهرسك والتشيك ريبوبليك أو جمهورية التشيك، غينيا الاستوائية، كيرياتي، جزر سليمان، توفالو، أوغندا وبوتان. دي بعض الدول اللي امتنعت تماما عن التصويت. امبارح في بداية الجلسة استعرض السفير اليمني خالد اليماني مشروع قرار مقدم من بلاده بصفته رئيس المجموعة العربية خلال الشهر الحالي، وقال: نعرب عن الأسف لقيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقد ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر في مجلس الأمن بالنيابة عن المجموعة العربية. أن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بتاريخ 6 ديسمبر بشأن مدينة القدس يعد باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يغير من وضع القدس المحتلة، ولكنه يعتبر اعتداء صريحا على حق الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية وجميع المسلمين والمسيحيين في العالم، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة اللي بيقر بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة. في كلمته أمام الجلسة أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي أيضا أن القرار الأمريكي ده عفوا مش هيأثر على الوضع أو وضع المدينة المقدسة بأي شكل من الأشكال، وإنما يؤثر على مكانة الولايات المتحدة كوسيط للسلام. الملكي أضاف كمان أنه طلب عقد الجلسة هو إعلاء لصوت المجتمع الدولي اللي جسدته ردود فعل الشعوب ومواقف الحكومات في كل شعوب العالم، كما أن يعني الأغلبية الساحقة في مجلس الأمن التي تطالب بثبات الوضع القانوني في القدس وبطلان كل المحاولات لتغير هذا الوضع. تابع أيضا الملكي: يعني نجتمع اليوم ليس بسبب أي عداء تجاه الولايات المتحدة، بل بسبب قرارها الذي يعد اعتداء على حق الشعب الفلسطيني الأصيل في مدينة القدس الشريف وعلى الأمة العربية وجميع مسلمي ومسيحي العالم. تساءل أيضا الآن تسأل الولايات المتحدة نفسها لماذا نقف معزولة أو تقف معزولة في موقفها هذا، و
يعني لماذا لم يستطيع أقرب حلفائها غض النظر عن قرارها؟ وقال أيضا الإجابة واضحة، القدس هي بوابة السلام ومدينة القيامة والأقصى وأولى القبلتين وثلاث الحرمين الشريفين، عصية على التزوير، عصية على التشويه، ولن تستسلم لأي حصار، وهي مفتاح الحرب والسلم في الشرق الأوسط والعالم كله. الحقيقة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي كررت تهديداتها اللي اتكلمنا فيها امبارح، الدول اللي هتصوت تأييد لقرار يدين قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك قبيل هذا التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة امبارح. هايلي قالت إيه بقى؟ ستتذكر الولايات المتحدة. امبارح هي كانت بتتكلم في قصة يعني برضو بطريقة بشكل تهديدي كبير جدا، بس هي بقى ايه اول امبارح عفوا امبارح قالت قررت التهديد ده بطريقة برضو اكثر عجرفة، وقالت ان الولايات المتحدة هتفتكر اليوم ده، هذا التصويت سيحدد الفرق بين كيفية نظر الامريكيين الى الامم المتحدة، ادي اهو اول تهديد، وكيفيه نظرتنا الى الدول التي لا تحترمنا في الامم المتحده، ادي تاني تهديد. هي اول امبارح كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول احنا مش هننسى ان الدول دي ما ساعدتناش او ما وقفتش جنبنا في القرار رغم اننا ساعدناها قبل كده. هو تصريح هزيل بس بيحمل الكثير من التهديد. السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحده امبارح برضو قال ان لن يتم اخراجها ابدا من القدس، قصده السفاره. وقال السفير داني دانن خلال جلسة طارئة للجمعية العامة اللي بضم 193 دولة، لا قرار للجمعية العامة سيخرجنا من القدس. يعني ده برضو ردا على الدول اللي رفضت، فهم بيردوا بالعجرفة المعتادة بتاعتهم. طيب ده كان باختصار كده، باختصار شديد جدا اللي حصل امبارح. هنروح نشوف دلوقتي جزء من كلمات المندوبين بالجمعية العامة للأمم المتحدة ونرجع علشان نعلق عليها معكم. مشاهدينا ابقوا معنا. أساد أعضاء مجلس الأمن إن مشروع القرار يؤكد في فقراته العاملة أن أي قرارات تغير أو تحاول تغيير الشخصية والحالة والتركيب الديموغرافي لمدينة القدس الشريف ليست لها أي أثر قانوني وتعتبر باطلة وكأن لم تكن، ومن ثم ينبغي التراجع عنها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويطالب مشروع القرار كل الدول بألا تؤسس بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980. سيد الرئيس، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وعدوانه المتكرر على الحرم الشريف والمسجد الأقصى المبارك والعنف الذي يمارسه الإرهابيون المستوطنون هو في حد ذاته انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية، كما أنه من أهم الأسباب للعديد من النزاعات المسلحة في المنطقة. وإن حالة الإحباط والحرمان التي يفرضها الاحتلال هي من أهم الدوافع التي يستند عليها الإرهاب في الترويج لرسالته، ولذلك كان لزاما على المجتمع الدولي أن يعمل دون كلل وبلا إبطاء على الوفاء باستحقاقات الشعب الفلسطيني ونيله حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وبقية الأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا للقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية التي طرحتها بلادي قبل أكثر من 15 عاما. نحن لا نتفق مع قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس على أنها عاصمة دولة إسرائيل ونقل السفارة. وكما بينت الأوضاع الأخيرة فهذا الأمر لا يخدم آفاق السلام، ونحن نبقى ملتزمين بالسلام. وإن السفارة البريطانية في إسرائيل هي في تل أبيب، وما من مخطط لدينا لتغيير موقعها. والقرار الذي تم التصويت عليه لتو يشدد على أن القدس هي قضية للوضع النهائي، وينبغي التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك على أنه جزء من الوضع النهائي، ولا ينبغي تعديل الطابع الديموغرافي لهذه المدينة. والمقررات الأحادية التي تهدف إلى إحداث هذا التغيير هي لاغية وباطلة. مثل هذا الإعلان يأتي في تضاد للهدف الأسمى ألا وهو إحلال السلام في المنطقة. ومن الأهمية بمكان أن يقوم المجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره
بالإبقاء على وحدته للتوصل إلى حل سلمي لكل من ناحية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فباعتماد هذا السبيل فقط يمكننا أن نضغط على السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لوقف أي تطورات تهدد عملية السلام، وأن يتحلوا بالمرونة والكافية لكي نحقق الهدف الأسمى. للتعليق معنا هاتفيا سيادة السفير رخاء أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير صباح الخير. صباح الخير لك والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. طيب خلينا يعني ندخل في قلب الموضوع، ماذا بعد التصويت يا فندم؟ ماذا بعد تصويت 128 دولة برفض السياسة الأمريكية بضم السفارة الإسرائيلية في القدس؟ يعني هو أول حاجة، الأول نحب أقول حاجة، يعني بعض الملاحظات. أول ملاحظة على كلام السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة وانتقاده للأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي المكان الوحيد اللي فيه شهادة ميلاد إسرائيل. شهادة ميلاد إسرائيل هي القرار 181 لسنة 1947، ولا علاقة له بالقدس ولا شأن لها بالقدس. فهذه مغالطة تاريخية ومغالطة شديدة، لأن هذه هي شهادة ميلاد إسرائيل الوحيدة اللي موجودة في الأمم المتحدة. هذا شيء. الشيء الآخر أن المندوبة الأمريكية كشفت عن مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، وهي مرحلة الاستعمار الاقتصادي. أن يجب أن الدول النامية اللي صوتت لصالح القرار وحتى اللي امتنعت، لأن احنا نلاحظ أن الدول اللي امتنعت كانت كلها حاولت أنها تبرر موقفها خشية أن تدار مصالحها نتيجة التهديدات الأمريكية. فهنا لابد أن احنا نتيقن في المنطقة العربية وفي حركة عدم الحياز مرة أخرى أن هناك دولة كبرى هي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تمارس السياسة الاستعمارية، سياسة التهديد والوعيد، تهديد المنظمة الدولية، تهديد الأعضاء تهديدا سافرا. فهنا ده يجب أن يكون بداية جديدة بغض النظر عن قضية القدس أو القضية الفلسطينية. طيب. النقطة الأخرى أن الدول التي صوتت ضد القرار، نجد أن ما فيش إلا تقريبا يعني ثلاث دول، اللي هي هندوراس ونيكاراجوا وتوجو. الثلاث دول دي محتاجة مجهود أكتر، لأن نيكاراجوا كان موقفها طول عمرها موقف مؤيد تماما للقضية الفلسطينية ولا يتماهى مع الولايات المتحدة الأمريكية. سؤال ماذا بعد؟ ده يتوقف على الدول العربية، لأن الدول العربية هي هتبقى الموتور المحرك، هي والدول الإسلامية. الدول العربية بالتعاون مع دولة زي إندونيسيا، وإحنا شفنا إندونيسيا رد الفعل كان فيها جبار. أيضا ماليزيا. برضو تركيا لابد من أن يكون في تغاضي عن الخلافات في قضايا أخرى مع تركيا. تركيا أيضا قامت بدور، إحنا مختلفين معها وفي خلاف معها إلى آخره، هذا صحيح، ولكن قامت بدور لدرجة أرسلت وزير خارجيتها نفسه يحضر الدورة. فهنا لابد من الدول العربية دي كلها والدول الإسلامية تبدأ في تحرك فعلي لإشعار الولايات المتحدة بسياستها القائمة على غطرسة القوة والتهديدات اللي عملتها شيء باطل باطل قانونا، وهي نفسها وافقت عليه قبل كده في القرار اللي صدر 1980. يعني سيادتك بتعول على الدول العربية في المقام الأول إن هي بقى خلاص هتأخذ الدفة في المفاوضات أو في ضغط على السياسة الأمريكية التي اتسمت بالعجرفة من أول الشهر ده. أنا مش بقول المفاوضات، أنا بقول إن احنا دلوقتي خلاص واضح جدا بعد 24 سنة من المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية الولايات المتحدة الأمريكية إن ده كان وهما وكان يعني كاذبا ولا يؤدي إلى شيء. فبالتالي انتهى دور الولايات المتحدة الأمريكية كطرف محايد. فلابد أن الدول العربية تعود إلى المنظمات الدولية وإلى المجتمع الدولي للضغط على الاثنين. طب احنا منتظرين ايه بقى من الدول العربيه سياده السفير؟ يعني ايه الخطوه اللي منتظر قمه؟ انا شخصيا يعني لو انا مسؤول وفي دوله عربيه تحرك الامور، ندعو الى عقد قمه عربيه لتقييم الموقف ودراسته، على ان تسبق القمه
دراسات واعداد جيد من قبل وزراء الخارجيه ووزراء الاقتصاد ووزراء الماليه ووزراء التجاره والاستثمار، بحيث ان يبقى في خطه عربيه سليمه متكامله تطبق على مدى الخمس سنين الجايه، بحيث ان الولايات المتحده الامريكيه تشعر بانها دوله استعماريه اقتصاديه، استعمار اقتصادي تريد ان ترهبنا بقوتها الاقتصاديه. فلابد ان الدول العربيه تتخذ قرار على مستوى القمه. تمام. طيب خلينا نبقى برضو محددين أكتر بقى في دور مصر، يعني كيف نرى أو كيف نقيم دور مصر؟ خلينا نقول يعني نأمل أن يكون هناك قمة، فدور مصر خاصة أن مصر لها جهود كبيرة جدا في القضية الفلسطينية في على وجه العموم، ولها أيضا دور في كان مؤخرا في المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، فكيف نقيم دور مصر بشكل عام في إذا إن شاء الله وجدت قمة عربية قريبا؟ يعني دور مصر دائما هو دور أساسي في القضية الفلسطينية لعدة أسباب. أولها أن القضية الفلسطينية ليست بالنسبة لنا قضية شأن آخر، وإنما هي شأن من الشأن القومي المصري. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، أن مصر هي الدولة العربية الكبيرة. أي يعني أشاء من شاء وأبى من أبى. مصر هي الدولة العربية الكبيرة وهي في يدها ميزان الأمور. تمام. أيضا مصر هي الرائدة في عملية تحقيق الحقوق الفلسطينية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المنظمات الدولية. ربما هذا هو الجزء الغير ظاهر من جبل الجليد، أن احنا في مصر دائما في كل المنظمات وفي كل المحافل الدولية مصر تقف بقوة وبشدة من أجل الحق الفلسطيني. النهاردة في معركة تانية كمان موازية، أن إسرائيل تريد أن تنضم عضوا غير دائم لمجلس الأمن. كيف يتأتى هذا وهي الدولة الخارجة على كل قرارات مجلس الأمن أن تنضم إلى مجلس الأمن وأي مجموعة ستمثل؟ فهنا بعرض أن هذه معركة جانبية، فهنا لابد أن مصر تكون بالتنسيق مع السعودية، أن باعتبار السعودية لها دور في الجانب الديني وأيضا بالتنسيق مع الكنيسة المصرية ومع الفاتيكان أيضا في لأن الكنيسة القيامة موجودة في القدس. هنا لابد من التنسيق مع هذه السلطات وحركة عدم الانحياز والاتحاد الأفريقي، لابد من التنسيق معه بقوة وإعادة تنشيط علاقاتنا عن طريق الدول العربية مع الدول الأفريقية اللي امتنعت عن التصويت أو توجو. أنا مستغرب جدا لتوجو. هو فندم في يعني بذكر الدول الممتنعة عن التصويت، يعني في بعض المحللين بيقولوا في علامة استفهام على الدول، لماذا امتنعت هذه الدول عن التصويت؟ يعني مثلا أنا أعرف دولة أنا خدمت فيها زي المكسيك. تمام. المكسيك دولة تتبنى الحركات الثورية وتتبنى حق تقرير المصير، وهذا جزء أساسي من سياستها. تفسر بإيه إن المكسيك مثلا امتنع؟ المكسيك خافت لأنها بتتعامل مع رئيس يعني بيستخدم القوة الغاشمة، الرئيس الأمريكي ترامب، يهدد بأن هو يهدد مصالحها ويهدد أنه يبني سور. طب كندا يا فندم؟ وكندا باعتبار هما الثلاثة في مجموعة النافتا. يعني دي اصل كندا يوم يعني يوم 7 اللي فات قالت ان احنا رافضين لهذا القرار والسياسه الامريكيه وطلعت تصريح، ولكن زي ما ذكرنا سلفا هو تصريح شفهي. فبعد كده هنا عند خافوا الدولتين كندا والمكسيك، خشي ان ترامب ياخد قرار بالخروج من النافتا اللي هي المنظمه اللي بتجمع الدول الثلاثه، ودي منظمة اقتصادية مهمة جدا اللي هي اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. فدول الثلاث دول فيها لو خرجت أمريكا هتدار هذه الدول ضرر كبير، لأن هم دول متجاورة وفي مشروعات مشتركة. لكن المندوب المكسيك بعد ما تم التصويت الكلام أشد من أن هو كان يصوت، ولكن يعني في محاذير لأن هذا التهديد خطير. يعني لما المندوبه الامريكيه تبعت 180 خطاب موقعين منها للمندوبين الموجودين في نيويورك، هذا شيء غير مسبوق وهذا شيء يتجاوز كل الحدود. هل ده بالتالي اتفضل فندم. فهنا لابد ان احنا نبدا حمله مع الدول تاني ناحيه تاني مساله عدم الانحياز الاقتصادي، لان هنا امريكا بتتحيز اقتصاديا وهي اكبر دوله مدينه في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدولة المدينة في العالم وهي بتهددنا. طب لو في علاقات تجارية ما فيش استثمارات ما فيش تباعد، من أين ستأتي بثرواتها؟
فهنا لابد من اشعارها بان هذه السياسه هتكون خطير. سياسه وبال على الولايات المتحده الامريكيه مزبوط. وليس على الدول التي هددتها. طيب احنا هنا نقول ان سياسة دونالد ترامب متمثلة في قراراته انها بتعمل يعني فجوة اكبر ما بين امريكا والمجتمع الدولي. على جانب اخر بيقال ان احنا ما ناخدش سياسة دونالد ترامب كسياسة عامة للولايات المتحدة، انه يعني سياسة وقرارات كانت بالفعل موجودة في برنامجه الانتخابي كما صرح بعض المحللين. لا انا بخالف ده تماما 100% لان الرئيس ترامب هو الرئيس المنتخب للولايات المتحده الامريكيه، واللي اتى به هو اليمين المتطرف بالزبط. وبالذات اليمين المتدين المتطرف وعلى راسه نائب الرئيس مايك بنس اللي كان هيجي يزورنا عشان يدافع عن المسيحيين في مصر. فهذا هذا هذه حكومه يمينيه متطرفه، وهذه سياسه الولايات المتحده الامريكيه. احنا بنضحك على مين؟ بنضحك على نفسنا. رئيس الولايات المتحده الامريكيه، ودائما السياسه الخارجيه الشعب الامريكي بيتركها للمؤسسات. فهنا دي هذه هي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في صورتها الحالية. ولا نعمل أنها تتغير. هذه السياسة كانت موجودة بصورة أخف أيام بوش الأب، خفف منها شوية أوباما، ولكنها عادت من جديد. فمعنى ذلك أنها سياسة أمريكية بخلافاته مع بريطانيا. بعيدا بقى عن شخصنتها كما ذكر بعض المحللين، انا بس كنت محتاجه يعني في نهايه هذه المداخله اني يعني ايه اوضح الفكره دي او اوضح النقطه دي. هي سياسه الولايات المتحده الامريكيه وليس أقول سياسة امريكا. بالظبط بالظبط كده تمام. لو قلنا غير كده يبقى احنا عاوزين نهرب من الموضوع. ايوه تمام يا فندم، شكرا جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل سيادة السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. إذن علشان بس يعني دي هي سياسة أمريكية، سياسة دولة، وهي سياسة متغيرة وقابلة للتغير، ولكن ما يحدث الآن هو انتهاك أمريكي للحقوق الفلسطينية وبالتالي الحقوق العربية. ما يحدث الآن هو عجرفة شديدة جدا من أمريكا مصحوبة ب تهديدات غير مقبولة مننا كجمهورية مصر العربية، وغير مقبولة أيضا من المجتمع العربي ولا المجتمع الدولي على فكرة. الحل كما ذكر سيادة السفير هو اتحاد الدول العربية اللي هتكون هي من تحرك العزوف عن هذا القرار. نشوف بقى مع بعض دلوقتي كلمة سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة اللي قالت على رأسها هننقل السفارة إلى القدس مهما كانت النتائج. شكرا سيدي الرئيس. في هذا الاجتماع لن أستخدم أو نستغل الوقت لتطرق إلى قضية أين لدولة ذات سيادة أن تضع سفارتها، ولكنني أتطرق لقضية أكثر أهمية. فهذا الأسبوع يواكب ذكرى مرور عام لاعتماد القرار 2334. في هذا اليوم في ديسمبر من 2016 اختارت الولايات المتحدة أن تمتنع عن السماح باعتماد هذه التدابير، واليوم بعد مرور عام ومع إدارة جديدة هناك فرصة جديدة للتصويت على القرار 2334. وأستطيع القول بثقة تامة أن الولايات المتحدة ستعترض على هذا القرار وسنمارس حق الفيتو، لأن ذلك لا يصب في مصلحة السلام في الشرق الأوسط. ظاهريا يبدو أن القرار 2334 يصف مستوطنات الإسرائيلية وكأنها عقبة أمام السلام، ولكن العقلانيون يمكن أن يسوقوا الحقوق ضد ذلك. فعبر السنوات اعترضت الولايات المتحدة على سياسات الاستيطان الإسرائيلية في العديد من المرات، لكن في الواقع القرار 2334 هو الذي يمثل في الواقع عقبة أمام السلام. مجلس الأمن هذا وضع المفاوضات ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين في آفاق أرحب وأصعب، وفي الواقع سيصعب ذلك الوضع ما بين الطرفين. ففشل جهود السلام لا يمكن أن يوضع العاتق فقط المستوطنات الإسرائيلية. فالقادة الفلسطينيون رفضوا لأعوام عدة مقترحات السلام الواحد تلو الآخر، وشجعهم أيضا لتجنب التفاوض في المستقبل، ورفضوا الاعتراف بإرث فشل المفاوضات غير المطلوب
تتصل بقضية المستوطنات، وقرر المجلس رأيه بصدد قضايا يجب أن ينظر فيها من خلال المفاوضات المباشرة ما بين الأطراف. إذا ما كان تاريخ الولايات المتحدة في جهود السلام يبرهن على شيء، فإنه يبرهن على أننا لا يمكن أن نصل إلى حل إلا من خلال التفاوض وجها لوجه ما بين الأطراف، ولكن أي جهود خلاف ذلك ستعرقل السلام ولن تدفعها قدما. ولذلك فإن القرار 2334 طالب بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وحتى في المنطقة اليهودية من المدينة. ولا نعتقد من أي دولة ذات سيادة أن تستطيع إسرائيل أن تقوم بذلك. فإعلان ترامب الخاص ب القدس ونقل السفارة إلى القدس لا يعني أننا اعترفنا بالقدس عاصمة، وإنما نحن سننتظر المفاوضات أن تقرر ذلك. فقد أعطت حياة جديدة لخلق واقع مسيء للمجلس الأمن، ألا وهو تقويض المجتمع اليهودي، وكأننا نقوم بقائمة سوداء وعقبة جديدة للسلام المتفاوض عليه، فهي طعنة لضمير الولايات المتحدة لأننا أعطينا هذه الحركة زخما بالسماح بمرور القرار 2334. بالنسبة للولايات المتحدة فمن المخزية أن نسمح بمثل هذه الأجواء العدائية لكي نزعزع ديمقراطية الأمم المتحدة. نحن نرفض هذه الإجراءات غير الحيادية والتي تمثل ازدواجية في المعايير. الأمم المتحدة تصبح حيادية حينما تدين فقط إسرائيل، ولعقود عدة تحملت إسرائيل حملة وراء حملة من انعدام الحيادية. دي كانت كلمة نيكي هايلي السفيرة سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة، اللي عملت يعني حاجة كده في الكلام اسمها دبل مينينج لما يحدث. يعني هي عملت كل الحديث بتاعها أو الخطاب اللي قالته أو الكلمة اللي قالتها لصالح إن كل الدول اللي صوتت وقالت ما ينفعش اللي حصل ده، وإن الإدارة الأمريكية متخبطة ومنتهكة ومتعجرفة هي اللي بتعطل عملية السلام، وإن إسرائيل عانت زي ما أنتوا سمعتوا من عرقلة لعملية السلام. ده كلامها يعني غير صحيح طبعا. قالت إحنا مش معناه، يعني في نص الكلام كده قالت تصريح إيه، مش معنى ان احنا نقلنا السفارة للقدس اننا اعترفنا او ان ده اعتراف مننا بالقدس عاصمة لإسرائيل، بس دي بداية مفاوضات. طب حضرتك بتقولي مفاوضات وفي تهديد من الادارة اللي انت بتنتمي ليها او من الادارة اللي دولتك بتنتمي ليها، يبقى ازاي مفاوضات مع تهديد؟ حقيقة انا مش عارفة هي كانت بتخاطب مين بهذا الخطاب ايضا، بس كان لازم نعرض كلمتها عشان نعرف الناس دي بتفكر ازاي، وعشان نعرف ونأكد مرة تانية ان الحل هنا مش في اي حاجة غير ان احنا نبطل، يعني ان احنا خلاص نبطل نتفرق اكتر من كده، ونبطل نشغل نفسنا بالحاجة اللي تقسمنا، حتى لو قسمتنا فكريا، مش تقسمنا كدول، حتى لو قسمتنا فكريا نبطل نعمل ده. انا بتكلمش يعني انا بتكلم علينا كلنا كدول عربية. طيب هنروح بقى احنا يعني في نفس السياق. الحقيقة أعرب الأزهر الشريف عن ترحيبه وإشادته بالقرار اللي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة امبارح الخميس، واللي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات بيقصد بها تغيير طبع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ملوش أي أثر قانوني وتعد لغية تماما وباطلة، ويتعين إلغائها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. هنا الأزهر أكد كمان أن القرار ده اللي حضر بتأييد 128 دولة جه معبر عن الإدارة الدولية الرافضة للقرار الأمريكي المجحف والباطل تجاه القدس، وحتمية إلغائه لكونه يتصادم مع القانون الدولي ويخالف الضمير العالمي وحقوق الإنسان. بيدعو الأزهر الشريف الإدارة الأمريكية إلى سحب قرارها والالتزام بالأهداف اللي قامت من أجلها الأمم المتحدة
المتحدة وفي مقدمتها حفظ السلام والأمن الدوليين، وشدد الأزهر كمان على عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير القابرة القابلة للتغير أو العبث. ده كان تصريح أو بيان من الأزهر الشريف. طب كان في برضو امبارح كلام كده على موضوع حلايب وشلاتين، نقول لكم كده سريعا. مصر أكدت رفضها لمزاعم السودان بشأن حلايب وشلاتين، وقالت إنها هتخاطب الأمم المتحدة. تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام حول قيام وزارة الخارجية السودانية بتوجيه خطاب إلى الأمم المتحدة لإعلان رفضها لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر الموقعة في 8 أبريل 2016، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على رفض مصر القاطع لمن طوى عليه الخطاب من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الادعاء باحتلال مصر ليها. وأضاف المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أيضا أن وزارة الخارجية المصرية بصدد توجيه خطاب إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني وما تضمنه من مزاعم في هذا الصدد، وللتأكيد على أن حلايب وشلاتين أراضي مصرية يقطنها مواطنين مصريين تحت السيادة المصرية. وزارة الخارجية قايمة بدور رائع مش بس في موضوع حلايب وشلاتين وكان في كل المواضيع، وهي دي نقطة الخلافات اللي احنا اللي انا كنت لسه بكلمكم عليها من شوية، يعني حلايب وشلاتين مصرية. امبارح رجع الى ارض الوطن مهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، ويعني كان الحقيقة قد اجرى عملية جراحية وخضع للعلاج في المانيا. كان في استقبال رئيس الوزراء بالمطار عدد من أصدقائه وأسرته، قامت سلطات المطار الحقيقة بإعلان حالة الاستنفار في كافة القطاعات والإدارات العاملة لاستقبال رئيس الوزراء. كانت مصادر مطلعة قد أفادت لليوم السابع أن رئيس الوزراء سيمكث يومين للراحة يعقبها عودته تدريجيا لممارسة مهام عمله في مقر مجلس الوزراء لبعض الوقت مضيفة. رئيس الوزراء المصري سيحضر في المجلس ساعتين أو ثلاثة في بداية الأمر. أشارت المصادر أيضا إلى أن رئيس الوزراء سيتابع أثناء فترة راحته في منزله عقب عودته للقاهرة عددا من الملفات، مؤكدة تحسن صحة المهندس شريف إسماعيل. حقيقة مهندس شريف إسماعيل كان قد غادر القاهرة في رحلة علاجية بألمانيا استمرت نحو 3 أسابيع خضع خلالها لإجراء عملية جراحية وقضاء فترة نقاهة، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى إصدار قرار جمهوري بتكليف المهندس مصطفى مدبولي للقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودة المهندس شريف إسماعيل. نرجع للقدس تاني. الحقيقة خارجية البرلمان قالت إن قرار الأمم المتحدة بشأن القدس يعري ترامب ويهزم الإرهاب. قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن تبني الأمم المتحدة قرار ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس بمثابة تعرية للنظام الأمريكي ودعم أمريكا لكفة على حساب الكفة الثانية وانسحابها من موقف المحكم كدولة عظمى ترعى توطيد السلام إلى دول تعزز القلاقل السياسية والأمنية في المنطقة. هنا تهزت صورة أمريكا اللي المفروض أنها كانت دولة داعمة للسلام أو ادعت على مر السنين اللي فاتت أنها دولة داعمة للسلام، وهي على فكرة السياسة يعني بتتغير في هذا الشأن، بس بيبقى فيه ترند واحد أو بيبقى فيه كده إيه هدف واحد. رضوان أضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع إن قرار الأمم المتحدة أسقط ورقة التوت عن دونالد ترامب، وأصبح الوجه القبيح المتصدر للمشهد من الناحية الأمريكية، متابعا إن القرار ده بيعتبر بداية هزيمة لرعاية الإرهاب اللي بتبتدي من واشنطن مرورا بإسرائيل. وتابع رئيس لجنة العلاقات الخارجية أيضا بالبرلمان إن كل ما حدث خلال الفترة اللي فاتت ما هو إلا كان مخطط عام للشرق الأوسط، وكان من أهم ركائز هذا المخطط إن هما يقسموا مصر. طبعا خلاص يعني وضحت وضوح الشمس وإن هما يضعفوا مصر ويضعفوا مساندتها للقضية الفلسطينية. وأكد إن ما حدث بالأمم المتحدة إظهار لعودة مصر تصدر المشهد أيضا وتغيرها بشكل أو عودتها مرة أخرى على الخريطة السياسية ومساندتها للقضية الفلسطينية بداية من سنة 48 وحتى تاريخه اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت القرار زي ما قلنا لكم كده اللي بيرفض القرار اللي اتخذه دونالد ترامب بشأن القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل. النائب طارق رضوان حلل تحليل برضو
مهم جدا، وقال ان يعني اذا كان القرار اتخذ بهذا الشكل والجميع غاضب وكلنا غاضبين منه، فاحنا هنا بنقول ان دي بدايه ان تتكشف بعض الحقائق، وان كانت فعلا هذه الحقائق يعني تكاد تكون مكشوفه للجميع، بس كان في ناس بتبقى محتاجه ان الحقيقه تبان بشكل اوضح او بشكل يعني اكبر من كده. فاحنا هنا بنحط ايدينا على ان دوله راعيه للارهاب، دوله بسياستها بتتوعد الدول العربيه بالتقسيم. قلنا كمان ان هذه السياسه بتقول ان خلاص يعني اذا كان المخطط انه اول حاجه كده مصر تتقسم، عشان مصر بتملك القوات المسلحه المصريه، كل الناس عارفه هي ايه بالظبط ودورها ايه بالظبط، فاحنا هنا بيشغلوا المصريين بحاجات معينه على جانب اخر في محاربه الارهاب اللي بتقوم بها فعلا القوات المسلحه، حمايه الحدود، وداخليا طبعا اللي احنا بنشوفه يوميا من حرب فكريه وايضا حرب على المستوى حتى الامني بتقوم بتصدي لوزاره الداخليه. ادي ده كده بالنسبه لمصر. وطبعا على الجانب الاخر مصر بتعتبر ان القضيه الفلسطينيه جزء اصيل من امنها القومي، عشان اذا كانت السياسه الخارجيه مش متفهمه لهذا، او عفوا المجتمع الدولي مش متفهم لهذا الامر، لا، القضيه الفلسطينيه جزء اصيل وجزء مهم جدا من امن مصر القومي. دي كانت بالنسبه لخارجيه البرلمان. طيب هنروح لموضوع تاني. مجلس المحافظين، مجلس الوزراء بيطالب المحافظين عفوا بتشديد اجراءات فحص المخدرات للسواقين، وده كان الحقيقه اجتماع امبارح الخميس عقده مجلس المحافظين برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان القائم باعمال رئيس مجلس الوزراء وحضور وزراء التنميه المحليه والتربيه والتعليم والنقل. والاجتماع تناول بحث عدد من الملفات المتعلقه بالخدمات المختلفه والمشروعات الجري تنفيذها حاليا. استعرض مجلس المحافظين تقرير حول حوادث الطرق، معدلاتها واهم اسبابها والتوصيات المقترحه للحد منها. وفي هذا الصدد تم الاشاره الى اهميه استمرار التنسيق بين الجهات المعنيه، ده مهم جدا علشان يعملوا تصور للاولويات المطلوبه عشان يتغلبوا على المشكله دي ويحدوا من اثارها السلبيه، ده فضلا عن الاستمرار في اتخاذ الاجراءات الخاصه بالتعامل معها، ومنها العمل على رفع كفاءه الطرق والتوعية بالأخطاء البشرية والحوادث الناتجة عن سوء الحالة الفنية للمركبات، ده فضلا عن التوسع في الكشف عن المخدرات أو السواقين اللي بيتعاطوا المواد المخدرة. في بداية أيضا الاجتماع تم تناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات للعام المالي 2017-2018 تحديدا من 1/7/2017 ل 31/10/2017، وما تم تخصيصه وتوزيعه من اعتمادات لتنفيذ مشروعات الخطة في مختلف القطاعات. كان ده الحقيقة الاجتماع اللي كان تم أمس، إضافة بقى للحاجات دي كلها يعني رأيي المتواضع أن يكون بعد ما نخرج بالتوصيات من هذا الاجتماع، وهي طبعا غاية في الأهمية، وما يميزها الحقيقة أن في مؤسسات أو وزارات كتيرة بتتعاون مع بعضها أو بتخاطب بعضها، هنخرج بتوصيات وهنخرج ببعض القوانين إن كانت قوانين موجودة أو قوانين معدلة فارد تتنفذ، يعني هو ده اللي احنا عايزين، أن القوانين تتنفذ على كل الناس. على فكرة هم اتكلموا في نفس السياق برضو بموضوع التعليم الفني، وقالوا ان التأكيد على أهمية دور المدارس الثانوية الزراعية والصناعية. وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي قال ان في دراسة شاملة دلوقتي بتجرى حول المدارس دي على مستوى المحافظات. محدش يقول ملهاش علاقة بالموضوع، لا، ليها علاقة جدا بالموضوع، ليها علاقة بالفنيات بتاعت المركبات، وليها علاقة بصيانة الطرق، وليها علاقة بينا كبني ادمين، وليها علاقة بثقافتنا العامة، فليها علاقة جدا. ده كان بمنتهى الاختصار ما حدث أمس حول موضوع حوادث الطرق. طيب توصية من مجلس من وزارة شؤون مجلس النواب للحكومة حول حقوق الإنسان. في تقرير وزارة شؤون مجلس النواب حول ملف حقوق الإنسان اللي تم تسليمه للحكومة، طلع ب 12 توصية
هيتم تنفيذها على أرض الواقع، وبتخص ملف حقوق الإنسان في الدولة المصرية بشكل عام. واليوم السابع قدم لنا التوصيات كاملة حسب ما وردت في التقرير، هقولها لكم سريعا. أول حاجة رقم واحد، تشكيل لجنة قومية لوضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان تشارك فيها الجهات المعنية، تتضمن الرؤى والأهداف والسياسات وآليات التنفيذ وفقا لمدة زمنية محددة. رقم اثنين، الإسراع في إعداد مشروعات قوانين التي من شأنها تفعيل كافة الحقوق والحريات بمجال حقوق الإنسان. رقم ثلاثة، التواصل والتفاعل مع مؤسسات وجمعيات الأهلية اللي بتعمل في مجال حقوق الإنسان عشان تبقى شريك في هذا المجال وتهتم بكل آرائها ومقترحاتها. رقم أربعة، ضم ممثل الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في المجلس التنفيذي لكل محافظة لتنسيق جهود حقوق الإنسان في مصر. رقم خمسة، إصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان لرصد السلبيات والإيجابيات، يعني تقرير كل سنة في مجال حقوق الإنسان. رقم ستة، وضع برامج ودورات للعاملين بالوزارات والجهات، مهم قوي ده، ذات الصلة بحقوق الإنسان. رقم سبعة، إنشاء وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة وكل محافظة بتشتغل على رصد الإيجابيات ورصد الشكاوي برضو المتعلقة في يعني بموضوع حقوق الإنسان. رقم 8، نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر والتوعية بأهميتها. وإيه هي أصلا ثقافة حقوق الإنسان عشان اختلط علينا الأمر فيها. رقم 9، التعامل بجدية مع تقارير المنظمات الدولية والرد عليها. و10، الدعم المتواصل مع المنظمات الدولية، الدفع قدر الإمكان بكوادر مصرية متخصصة في الوظائف الإدارية لهذه المنظمات لإسراء الفكر المصري في ملف حقوق الإنسان. هو ده برضو تعريف. وآخر حاجة كانت ترويج لمجهودات الحكومة في ملف دعم وحماية حقوق الإنسان في كافة الأصعدة محليا ودوليا. منها إلى الحكومة. طيب، إحنا كنا ناس تكلمت على موضوع ان الدولار غالي بقى ب 23 جنيه، ده ما حصلش خالص. امبارح اعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تابع لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من انباء تفيد بارتفاع سعر الدولار ل 23 جنيه مصري داخل البنوك المصريه، الحقيقة تواصل المركز مع البنك المركزي والبنك المركزي نفى الأنباء دي تماما، وأكد أن سعر الدولار اليوم سجل نحو 17.77 جنيه للشراء و 17.82 للبيع، وسجل فروق طفيفة جدا من بنك للتاني. ووضح أن ما يتردد بشأن وصول الدولار ل 23 جنيه شائعات لا أساس لها من الصحة. نروح لوزير القوى العاملة، قال إن أو صرح إن السيسي صدق على قانون التنظيمات العلمية والنقابية. أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صدق على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية التنظيم، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون عقب صدورها القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على أن لا تتجاوز 60 يوم شهرين، يعني تبتدي من اليوم التالي للعمل باللائحة التنفيذية. في نفس السياق أضاف أيضا وزير القوى العاملة خلال ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية بالمنوفية أمس الخميس، أضاف إلى أن الوزارة واجهت تحديات عديدة من أجل ظهور هذا القانون للنور، وأكد أن مناخ الإنتاج في مصر بيحتاج إلى إعادة تهيئة التنظيم الثقافي بشكل عام، التنظيم عفوا النقابي بشكل عام. وبيعبر عن العمال، هذا النقابات تكون بتعبر عن العمال بشكل أكبر وبتحتك بيهم بشكل أكبر وتكون عملية وإيجابية بشكل أكبر من كده، يعني تبقى وجودها على الأرض بطريقة موسعة، وده هيسهم جدا في زيادة الإنتاج. ليه؟ لأن هم هيبقى فيه واجبات وحقوق ومرجعية، وفي نفس الوقت العمال هيشتغلوا بأمان، فهيبقى الموضوع يعني إيجابي أكتر. إذا كان العامل عارف أنه هو لما يحصل له مشكلة هيعرف يرجع لمين، وهيعرف المشكلة دي هتتحل في قد إيه، وهو بيعمل في أمان، يبقى مش هيبقى عنده مشكلة في العمل والإنتاج، وبالتالي زيادة الإنتاج خصوصا فيما يتعلق بالصحة، لأن يعني المخاطر الصحية للعمال بتبقى حاجة بتؤرقهم جدا وبتأثر على عجلة الإنتاج. طيب، ده كان بالنسبة للي حصل أو تصريح السيد وزير القوى العاملة امبارح في محافظة المنوفية. طيب، نروح لخبر رياضي. محمد صلاح يتفوق على كوتينيو
كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2017، وجاء النجم المصري محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في إفريقيا بعد أمريكا، وجاء محمد صلاح أيضا في المركز 22 على العالم، متفوق على العديد من النجوم زي بول بوجبا، كوتينيو، داني ألفيش، أنيستا، سانشيز وغيرهم من اللاعبين. الحقيقة شبكة سكاي سبورتس اختارت صلاح في المركز كمان 24 ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم للعام الجاري. ليفربول بقيادة محمد صلاح النهارده الجمعة هيواجه أرسنال في افتتاح الجولة 19 من الدوري الإنجليزي. ده كان يعني ميعاد المباراة النهارده اللي هيقودها اللاعب المصري أو الفرعون المصري محمد صلاح، اللي كلنا على فكرة بنفخر بيه، يعني الحقيقة بيشكل حالة رائعة جدا من التواصل مع الشباب، وبيشكل حالة رائعة أيضا من القدوة. موفق بإذن الله، دائما فخورين بمحمد صلاح. طيب احنا طيب نكمل كلامنا على محمد صلاح، وكان حقيقة من الأخبار الطريفة اللي معانا النهاردة محمد هنيدي. يعني محمد هنيدي، الفنان محمد هنيدي، متعود دايما ان هو بيرد على الناس كلها على تويتر، وبيرد بنفسه، علشان هو كان قال قبل كده ان في ناس بتعمل هاكينج للحسابات بتاعته بترد باسمه، فبقى هو بيرد بنفسه. محمد هنيدي دخل الحقيقه في وصلة تهريج مع محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي، ونشر هنيدي صوره ليه بجائزه ان هو اللي فايز بافضل جائزه افضل لاعب، دي فوتوشوب تمام، وبدل وشه بوش محمد صلاح. راح محمد صلاح بقى ردد عليه ازاي، هو جاب له تقريبا صوره من فيلم وش اجرام اهي اللي تحت دي، بيرد عليه بصورته هو يعني. وعلى فكره لو دخلتوا على تويتر على هنيدي هتلاقوه بيرد على الناس كلها بالطريقه بتاعته وبدمه الخفيف اللي اتعودنا منه. طيب لسه بنتكلم عن الرياضه، كوبر يرفض الوساطه في عوده حسام غالي للمنتخب. رفض الارجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني وساطه حسن شحاته المدير الفني الاسبق للفراعنه والاعلام الرياضي احمد شوبير لاعاده حسام غالي لاعب النصر السعودي في صفوف الفراعنه او لصفوف الفراعنه مره اخرى. كوبر أكد لمعاونيه أن عودة غالي للمنتخب مرفوضة، خصوصا أنه سبق وأوضح الأسباب دي قبل كده في كذا تصريح، وإن كان اللاعب يريد الانضمام للفراعنة فعليه الاعتذار العلني أولا لجميع أعضاء الجهاز الفني بجانب الالتزام بطريقة لعب الجهاز الفني وعدم انتقادها وعدم التدخل في توجيه اللاعبين داخل الملعب وفقا لرؤيته هو الشخصية. حسام غالي كان خرج أو خارج حسابات منتخب مصر من شهر مارس اللي فات، من شهر مارس 2016، بسبب أزمته الشهيرة مع الجهاز الفني قبل مباراتي نيجيريا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017. طيب في خبر تاني برضو الحقيقة من الأخبار اللطيفة أو الأخبار الطريفة اللي حبينا نقولها لحضراتكم، افتتاح قاعة الرؤساء في قاعة ديزني الترفيهية. هقول لكم ليه بقول لكم الخبر ده. منتزه ديزني الترفيهي في أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية جنوب شرق الولايات المتحدة تم في افتتاح قاعة أو قاعة الرؤساء، اسمها كده هي قاعة الرؤساء، بعد أعمال الحقيقة كانت أعمال استمرت أو أعمال يعني بيصلحوا فيها سنة بقى سنة مع عضو جديد، أثار شايفينه طبعا أثار الكثير من ردود الفعل عن وسائل التواصل الاجتماعي. هو روبوت ناطق يمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تعالوا نشوف الفيديو وبعدين نرجع نشوف بقى التعليقات عليه. Ladies and gentlemen, the President of the United States of America. To the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The
that this nation, under God, shall have a new birth of freedom. كانوا الحقيقة قالوا أن ديزني يعني أنجزت نسخة ناطقة بالحجم الطبيعي لدونالد ترامب، هتجيب لكم كوابيس إن شاء الله. ده على فكرة بكلام صحيفة مترو الأمريكية، هي اللي قالت كده. وبعد كده دونالد ترامب قال رد، لا قال ده مش شبهي، مع أن احنا شايفين أنه هو شبهه جدا. المانيكان ده بيقول بقى، بيتكلم كلام عن القيم وعن الأخلاق وعن الحقوق وعن الواجبات، ساركاستيك قوي او ساخر قوي قوي قوي، انه كمان يتحط في الوقت ده. على فكره القاعه دي فيها 45 مانيكان لرؤساء امريكا بالكامل، بس ده طبعا هيتعمل عليه حفل الفتره اللي جايه. طيب، تم الكشف عن اطول فستان في العالم، وده على فكره من الاخبار برضو اللي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي. تم الكشف عن اطول فستان زفاف، فستان فرح، في العالم كله، في بلده كودري الفرنسيه. بلده كودري دي بتشتهر بانتاج وصناعه الدانتيل، ووفقا لموسوعة جينيس ريكوردز للارقام القياسيه، بلغ طول فستان قماش الفستان ده بس 8000 متر و 594 و 4 سنتي او 40 سنتي. هو القماش بتاع الفستان ده كله يكفي لتغطيه جبل ايفرست، وقدمته شركه اسمها شركه دايناميك بروجكتس. والفستان ده اتصنع اهو، ده الفستان زي ما احنا شايفينه، بمساعده 15 متطوع، وتم الانتهاء من خياطته بعد شهرين. اشتغلوا فيه شهرين ال 15 متطوع، واتعرض على فكره شهرين ده قليل جدا ان يتعمل فستان بالحجم ده. والحقيقه الايراد بتاعه كله كان لجمع التبرعات. ادي الفستان اهو 8000 متر او اكتر من 8000 متر. زي ما قلت لكم كمان، يمكن البلده دي بلده كودري الفرنسيه مشتهره جدا بصناعه هذه الانواع من الاقمشه او انتاجها، وانتاج ايضا الدانتيل. ده دي الفستان زي ما المانيكان لابساه، يغطي جبل ايفرست بالكامل، فحاجه حقيقه مبهره جدا. طب الاضافه طبعا لنوع القماش. 15 متطوع خلصوا الفستان ده في شهرين. طيب نروح بقى، بصوا كان في فيديو كده ظريف، يعني ظريف بس في ناس شايفاه مش ظريف. هو حد يعني زوجه عملت مقلب في جوزها، بعض الصفحات حول على فيسبوك نشرت راجل كان بيغسل شعره بالشامبو في المرحاض في الحمام يعني، ومراته كانت يعني كان بيقول لها ناوليني الشامبو، فاديت له حاجه كده عامله زي الحبر كده، مش عارفه ايه، حاجه سودة كده، فهو ما خدش باله، فاعتقد بعد كده ان هو انهى تنظيف شعره او غسل شعره بالشامبو. بس لما بص في المرايه لقى وشه كله ملطخ باللون الاسود. بصوا انا هو طبعا اتسرع لما شاف نفسه في المرايه، وبعد كده قعد يصرخ لها ويزعقها ويزعق لها والكلام ده كله. انا ما اعرفش هي عملت كده ليه، بس يعني ممكن تكون كانت بتهزر معاه او حاجه، مش عارفه يعني. فتعالوا ده زي ما انتم شايفين اللي حصل اهو، هي اديت له دي الخضه، يعني الخضه بتاعت الراجل لما اخد طبعا هو هنا اكيد بيشتم يعني، بس شوف تاني بقى، هي بتحط له شامبو بنت حلال قوي، هي بتحط له حبر باين ولا ايه البتاع ده، مش هيطلع، او حاجه سودة كده مش عارفه ايه دي، وبوظت الحمام كمان. طيب ده كان الفيديو، ده كان الفيديو. هنشوف هنتكلم دلوقتي برضو او نشوف فيه فيديو تاني كان فيه عمل 11 مليون مشاهده في التزحلق فتاه على الجليد. مراهقه يابانيه حققت 11 مليون فيورشيب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ان هي اتكعبلت خلال ما بتتزحلق على الجليد زي ما احنا شايفين كده. وفقا لمنشرات وصحيفه الديلي ميل البريطانيه، ظهرت مادوكا 16 سنه بتحاول ان هي تتزحلق على احدى ساحات الجليد لاول مره من 4 سنوات، يعني كان بقالها فترة ما تزحلقتش او ما مارستش الرياضة دي،
وزي ما انتم شايفين يعني صعب قوي، صعب قوي اللي بيحصل ده. فممكن تكون دي كانت هتتكسر، بس هي ضحكت يعني وخدت الموضوع فاني، ولسه بتتزحلق اي زي ما انتم شايفين. هو ما حدش يجرب الحاجه دي في اول مره كده وهو مش شايف، هي مش قادره تمشي. تعالوا بقى ايه، بس كده هو ده اللي حصل. طيب تعالوا نشوف حاجه تانية. خبر بقى من الاخبار بصراحه اللي ضايقتني انا شخصيا، ليها علاقه بقتل الابداع او مضايقه الاطفال. اي حاجه ليها علاقه بمضايقه الاطفال بتضايق جدا، لان الطفل في المرحله السنيه الصغيره بتاعت المدرسه دي ما بينساش ابدا اي مواقف. حتى لو انت متهيئ لك ان الموقف ده عيل مش فاهم حاجه او انت نفسك مش مركز او كده، الطفل ما بينساش وبيأثر عليه، بجد بيأثر عليه سلبا. في مجموعه من الطلاب في مدرسه ثانويه في هونج كونج موهبتهم المذهله ان هم يرسموا بالطباشير على السبوره، تمام؟ هم بيعملوا لوحات فنيه بالطباشير على السبوره، بس المدرسه بتاعتهم راحت جايه، بصوا هم دي اللوحات خلاص، تقوم المدرسه بتاعتهم اللطيفه جايه ماسحه، بصوا بتمسح كمان، بصوا بغل كده يعني سخيفه جدا بصراحه، قامت جايه ماسحه كل ده عشان ايه؟ تكمل الحصه، بدل ما تقول لهم اللي انتوا عملتوه ده حلو، طب نصوره وبعدين نمسحه، طب اي حاجه، لا دي جايه دخلت خبط لزق راحت ايه؟ ماسحه. ده هم راسمين حلو قوي، ده كل ده رسم بالطباشير. من السنه 2016، من السنه اللي فاتت، الطلاب دول بيرسموا شخصيات مختلفه من الكرتون ومن مناظر طبيعيه كده زي ما انتوا شايفين بالطباشير الملون. بس يا عيني العمل الفني بتاعهم ما بيستغرقش 5 دقائق الا المدرسين يدخلوا يقوموا مسحينه علشان يكملوا الدرس بتاعهم. فانا بالنسبه لي يعني مدرسين زي دول لازم يتحاكموا بصراحه، لان شوفوا الولاد يعني بسم الله ما شاء الله راسمين ازاي وهم داخلين عاملين يسخفوا عليهم بالشكل ده يعني. طيب تعالوا اقول لكم خبر تاني. في صحيفه ديلي ميل البريطانيه برضو الحقيقه نشرت جزء صور الملتقط لكتاب اسمه الموجات المذهله. الكتاب ده بيعرض اروع صور للموجات القريبه من الشط. التقطت الصور دي من على الشاطئ بفضل مجموعه من امهر مصوري المصورين الفوتوغرافرز يعني، واللي طبعا بيقدروا، هم مش مصورين بس، هم بيعرفوا يعملوا رياضه ركوب الامواج يعني. هو الحقيقه أظهرت أو أظهر الكتاب ركاب الأمواج وسط قوة الأمواج، سبحان الله، دي كلها صور طبيعية، والصور مش من شاطئ واحد، هي من شواطئ جميلة. فيعني إبداع خلق ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشكل الذي يدعو كثيرا جدا للتأمل. قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسية، وإحنا النهاردة هنتكلم في فقرتنا الرئيسية عن الرجل المزواج، أو خليني أقولها لكم كده بالعامية، البسباص اللي عينه زيغة، إزاي تقدري تتعاملي معاه النوع ده من الرجالة يعني، على أساس أن في نوع تاني مثلا أو حاجة. فهنشوف النوع ده هنقدر نتعامل معاه إزاي، ده باختصار بس يعني. هرجع لكم بعد ما نشوف دلوقتي تقرير عن الذكرى 15 لرحيل النجمة القديرة السيدة سناء جميل. سناء جميل كانت الحقيقة موهبة متفردة رائعة، مدرسة لوحدها. هي خريجة معهد العالي للفنون المسرحية، اشتغلت في الفرقة القومية، اشتهرت بأدائها بالفصحى وكمان بالفرنسية، وكان السبب في الفن كان سبب قطيعة بينها وبين عائلتها، لأن هي كانت من الصعيد. كان فيلم بداية ونهاية طبعا كان يعني حقق ليها شهرة واسعة، وأظهرها كفنانة بتشتغل يعني بشكل يعني عملي جدا، وبتشتغل بشكل أيضا مبهر جدا، بتجسد الشخصية بشكل مبهر جدا. الزوجة الثانية طبعا من أفضل، أو دور حفيظة اللي عملته في الزوجة الثانية كان من أفضل الأدوار على الإطلاق، ده غير أدوارها بقى بعد كده. سناء جميل الميزة اللي فيها أن هي جسدت دور الفلاحة، دور الصعيدية، وعلى مدار عمرها، على مدار سنين عمرها، دور السيدة الأرستقراطية، دور ده أدوار في مسارح، أدوار في السينما، كل حاجة أو كل دور كانت بتديله حقه بشكل يخليك تنسى إن دي سناء جميل أصلا. سناء جميل ربنا يرحمها، هي الحقيقة يعني كان أقدر أو أقل حاجة نقدر نقدمها لها إن إحنا نقدم لها البروفايل ده في ذكرى رحلها 15 رحمها الله.
السيدة الأرستقراطية التي تتحدث الفرنسية وتنطق ببعض الكلمات العربية، الفلاحة زوجة العمدة القوية، يذكرها جمهور السينما بدور نفيسة في بداية ونهاية، ويتذكرها جمهور المسرح بزهرة الصبار، ويذكرها مشاهدو التلفزيون بفضل مع الداوي في الراية البيضاء. إنها الفنانة سناء جميل. فاكر ليلة دخلتني؟ يا سلام، دي كانت ليلة. عايزة حاجة؟ كانت أحلى مني مليون مرة. انت عايزة ايه مني؟ انا عايزة اكتبت هنا هيني. ها؟ مش بتقول انك بتعزني؟ انت اتهبلتي. هو ده مش من حقي؟ لا مش من حقي يا راجل، انت بتزعق فيي. هي اضربت بالبرغة. ها؟ هي حصالي؟ طب طلقني. اسمها الحقيقي ثريا يوسف عطلة، من مواليد عام 1930 في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا. انضمت إلى معهد التمثيل، ولكنها واجهت مصاعب بسبب عدم إتقانها للغة العربية، إلا أن الراحل المسرحي زكي طليمات وقف إلى جانبها حتى أتقنت العربية وأدت أول أدوارها في السينما عام 1951. تزوجت سناء جميل من الكاتب الصحفي لويس جريس في منتصف الستينيات بعد قصة حب، واستمرت سنوات الزواج حتى بعد وفاة الفنانة سناء جميل. يعني في الجامعة أو برا الجامعة إيه يعني جريمة لما يبقى فيه علاقة بريئة؟ ما بلاش يا جماعة نعقد الدنيا ونطلع العيال معقدين ومحرومين. تميزت الراحلة بروح التحدي والجرأة والاعتماد على نفسها، حيث أنها لم تلتقي بأي من أهلها منذ كان عمرها 9 أعوام. شاركت في 9 مسرحيات، منها الحجاج بن يوسف، زواج الحلاء، زهرة الصبار. أخيرا في جولين، الغابة والنهر والشونة، و15 مسلسلا، منها ساكن قصادي، خلت صفية والدير، الراية البيضاء، الرقص على سلالم متحركة. بيشك ده يا بنتي، ده نمك والشيخ براهيم بوك، ولادي دول خواتك، ما تقوليش كده يا صفية. خرجيتك واسترجيتك من عين اللي شافك وما صلاش على سيدنا النبي. و46 فيلما سينمائيا، منها مرت الأيام، كذبة إبريل، يا ظالمني، سواء الهانم، اضحك الصورة تطلع حلوة. أنا شلت النكسة فوق دماغي سنين طويلة ولفيت بيها البلاد لحد ما وقعت وانكسرت تحت رجلي، لكن ما كنتش عارفة إن في نكسة تانية مستخبية. طب من أنا بنتنا؟ قدمت الراحلة سناء جميل أعمالا قوية وكوميدية أمتعتنا بها، حتى توفاها الله في 22 ديسمبر 2002 عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض. رحم الله عاشقة الصمت التي طغى حب الفن على وجدانها. أهلا بكم مرة تانية ومشاهدينا، ومعاد فقرتنا الاجتماعية زي ما بنعودكم دايما ان احنا نتكلم في مشاكل الأسرة او بعض المواقف اللي بتواجه بعض الأسر. من ضمن الخناقات اللي الناس بتتخانقها دايما، او سيدات او شكوى الست بتشتكيها بتقولك اصل ده راجل بتاع ستات. يعني ايه؟ يعني متعدد العلاقات. متعدد العلاقات ده بيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا، ان هو بيأثر على زوجته سلبا او على نفسيتها سلبا، ان هي بتبتدي مع الوقت او مع تصرفاته دي ان هي تفقد الثقة في نفسها وتبقى عصبية جدا، سواء بينت له ان هي فقدت الثقة في نفسها او لا. وساعات طبعا من كتر ما بتزهق بتلجأ للانفصال او بتلجأ لما يسمى بالطلاق الصامت. الموضوع ده الست بتعتبره خيانة، والراجل بيعتبر يقول لك ايه المشكلة يعني، لما يعني الست هو بيبرره طبعا لنفسه تبرير فظيع جدا، وهي بتعتبره خيانة، او احنا يعني كلنا اكيد هنعتبر ان ده خيانة حتى لو بالنظر. طيب لو انت خلاص يعني امر واقع بالنسبة لك الموضوع ده، تعاملي ازاي؟ هتعملي ايه؟ ازاي دي صفة، اعتقد يعني دي صفة او دي حاجة الراجل بيكتسبها
لحاجات او باسباب معينه بتبقى حواليه، وحضرتك من الاسباب دي، هقول لك بعدين يعني ليه سيادتك هتبقي من الاسباب دي انت كزوجه والامهات كمان والناس اللي محيطين بيه وحاجات كتير جدا. طيب احنا خلونا بس الاول نرحب بضيوفنا وعلى الاعزاء في الاستوديو علشان نعرف نتناقش مع بعض النهارده. برحب بالكاتب الروايه استاذ احمد مدحت، اهلا بيك. اهلا بيك يا اهلا بيك. برحب بالاستاذ دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي ورئيس لجنه الصحه النفسيه بمجلس القومي لحقوق الانسان، اهلا بيك يا دكتور. المجلس المصري. المجلس المصري عفوا لحقوق الانسان. وبرحب بالاستاذه هدير صبحي، مؤسسه حمله عايز اتجوز، مش عايزه، عايز اتجوز، صح؟ هو عايز ده عايز الراجل والست ولا الرجاله بس؟ لا للراجل. للراجل بس. طبعا هعرف منك التفاصيل حالا. طيب تعالوا نروح نشوف التقرير ونرجع مره تانية في انتظار طبعا كل مداخلاتكم وكل ارائكم، ولو حد حابب ان هو يقول حل او راي معين. شوفوا التقرير ونرجع لكم حالا. تقولي ايه بقى للراجل ابو عين زيغه؟ احب اقول له حرام. اقول له احترم نفسك وحافظ على في بيتك، دي نعمه ربنا بعتها لك. مصر كلها عينها زيغه، مصر كلها، كلهم عينهم زيغه. اخر مره عينه زيغت هو معاك؟ هو يقدر؟ اجيب له كيس واحطه فيها. امتى عينك زاغت؟ قولي امتى عينك ما زغتش؟ احترم نفسك، خلي بالك من مراتك في البيت. لا تقي ربنا، لان حرام ما دام انت اخترت واحده خلاص بقى يعني تقي ربنا فيها وخلي بالك منها. يتجوز عشان عينه تتملي. ولو هو اساسا متجوز مش مشكله، اديني قال مثلا ثلاث ورباع، ايه المشكله يعني؟ ولعب عليك لو ماشي معاها وعينك زاغت كده يعني، مش قوي يعني طرف العين دي. ليك اخوات وليك مامتك وكده، وقعت في واحد عينه زيغ اللي هسيبه. هسيبه على طول، هعمل ايه؟ لو احنا برضه معانا واحده قمر كده هنبص برضه، مش مرة لازم حاجه تعدي كده نبص عليها. اه عينك بتزوغ على كل البنات في الشارع؟ لا طبعا. مش امال على مين؟ مش اي بنت، اكيد لازم تبقى بنت، لازم تبقى فيها حاجه شداني دي عشان ابص عليها، لازم. والله؟ اه. حاجات كده يعني. قول لي بقى تقول ايه للراجل ابو عين زيغه؟ قول له انت عندك زيهم، ده انت المفروض تقول لنفسك يعني. لا ما ببصش على حد على فكره، والله ما كذب، ما ببصش على حد والله، لان عندي زيهم في البيت. معظم الستات قالت يعني الرد على الكلام ده احترم نفسك يعني. طب هما الموضوع ليه علاقة ان هو عينه زاغت يعني عاكس واحدة في الشارع وانت قدامه، ولا عمل علاقة مع واحدة، ولا كان بيرغي مع واحدة تانية في العادي؟ حسب ثقافتكم هل انت متقبلة ان جوزك يبقى ليه صديقة مثلا؟ بتعتبريهاش حاجة عادية ولا لا؟ حسب ما انتوا تعودتوا، حسب ما حضرتك مدية البرستيج الأوفر زيادة عن اللزوم، فمحسسان ان هو يعني اللي ما حصلش في الدنيا، حسب حاجات كتير قوي. طيب خلينا بس نعلق على التقرير الأول وبعدين هرجع استقبل تليفوناتك. أستاذ أحمد إيه رأيك في اللي سمعته ده؟ جميل جدا، يعني صورة واقعية للشارع وصورة واقعية للي بيحصل دلوقتي. لكن انا ممكن اتوقف عند نموذجين من الردود اللي جت دلوقتي. الحقيقه الست اللي قالت لك هو يقدر، انا اجيب اكياس واحطه فيه، ده نموذج على فكره. قالت انا اجيب اكياس، اجيب اكياس واحطه يعني. بالظبط كده، ده نموذج من التعامل مع المشكله، يعني ممكن نفصله بعدين. فده نموذج. النموذج الثاني الراجل قال لك هو مثنى وثلاث وربع، دي بقى اجزاء من المشكله، دي اجزاء من المشكله حقيقه. في راجل على فكره يعني هي مساله انه عينه زيغه او انه بيبص كتير او الكلام ده بتبقى صفه مكتسبه، ما بتبقاش طبع فيه. يعني هو معظم الناس تتكلم تقول لك ده هو اصلا طبع فيه، في ناس طبع فيها، لكن في ناس بتبقى صفه مكتسبه. ليه؟ لانه بعد ما دخل القفص وبعد ما اتجوز اكتشف ان الحياه مختلفه عن اللي هو كان عايزه، فبيحاول يخرج باي طريقه. بالظبط كده، ابتدى يدور على حاجات تانية بره، دي حاجة. الحاجة التانية انه اكتشف ان الحياة جميلة جدا لما اتجوز، فابتدى يدور اكتر، انا عايز استمتع اكتر، عايز انبسط اكتر. فعلا ده حقيقي. في رجالة بعد ما بتتجوز نفسها بتتفتح، نفسها بتتفتح على الستات اكتر.
بالظبط كده. فده بيبقى ايه؟ ده بيبقى صفه مكتسبه، ما هواش طبع. انه من البدايه خالص البنت اللي هتبقى مرتبطه بواحد وتعرف ان هو بصباص الاحسن انها لو مش هتستحمل الموضوع ده او مش قادره انها عندها تكتيكات انها تتعامل معاه، الاحسن انها ما تترتبطش بيه. لكن بتكلم على قصه انها بعد ما اتجوزت واكتشفت الموضوع ده. بالظبط. فخلينا نفرق الاول انها بين انها طبع وبين انها صفه مكتسبه. طب الصفه المكتسبه دي ليه؟ اول حاجه زي ما بقول انه احتياج حقيقي، احتياج نفسي. هو اكتشف ان مراته فيها مشاكل معينه، مش دايما تكون المشاكل عند الست باي ذا واي، لكن هو رؤيته لمراته هو شايف حاجات مش لاقيها فيها يعني. بالظبط كده. ممكن تكون على فكره رؤيته غلط، لكن هو بيدور على حاجه غلط. ما هو مفيش حد كامل. بالظبط. انا بتكلم على السبب ايه انه برضه شايفه حاجات. السبب ايه؟ طبعا. 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 يعني هو يبقى عنده حل وهي ما عندهاش. لا لا، انا ببرر انه ليه بيعمل كده. انا بقول بس الاول الاسباب ايه. فاول حاجه خالص انه يكون عنده احتياج حقيقي. السبب الثاني فضول. في ناس عندها فضول حقيقي انها تشوف، تتعرف، تراقب، تقارن. في ناس عندها هذا الفضول، وفي ناس عندها بقى العدوانيه. العدوانيه اللي هو ايه؟ انا فيش واحده تقف قدامي، ليه تبقى دي مش بصالي؟ فيبتدي يخش طيب. في مراحل اعلى. تمام. دي كلها مراحل من او اسباب للصفه المكتسبه يعني. تمام. طيب هرجع لك تاني يا استاذ احمد. دكتور جمال، دلوقتي إضافة إلى الأسباب اللي قالها الأستاذ أحمد طبعا من واقع التقرير ومن واقع أكيد رؤيته ككاتب وروائي، في بقى عايزة أضيف بس نوك يعني أو سبب كمان من الأسباب دي، صححني إن كنت مخطئة، إن هو بيبقى عايز طول الوقت يحس بالسيطرة فيكسر الست اللي قدامه، فيحس إن يعني أنا بعرف ستات كتير غيرك مش أنت الوحيدة. لا بص يا فندم، فأنا عايزة أفهم بس إيه ده؟ إيه ده؟ لا بص يا ست الكل، هو الأول طبعا لازم نفهم إن في شخصية، شخصية إنسان. الشخصية دي بتيجي من ثلاث حاجات: جزء وراثي، جزء في التربية وهو صغير، جزء في وراثي، جزء في الوراثة، جزء في التربية، جزء في الخبرات الحياتية بتاعته. تمام. هذه الشخصية اللي بتتكون هي دي بتوديني أعمل إيه تحت كل الضغوط وتحت كل الظروف. في شخصية بنقول عليها عندها استعداد للانحراف. استعداد. حضرتك تصنف ده كانحراف يعني؟ ما انا لسه جاي لحضرتك. تمام. في استعداد للانحراف. بمعنى ايه؟ انا وانا بربي ابني عودته ان كل حاجه هو صغير متاحه، مفيش كلمه لا. ما عنديش رفض لاي طلب من طلباته في حياته خالص. فبالتالي لما بيجي يكبر كل ما هو راغب فيه لازم ينفذه. اضافه طبعا احنا في جزئيه استاذ احمد بيه اتكلم فيها بصفه يعني كاملة، مش هنقدر ندخل فيها وزيها صح 100%، ولكن نضيف عليها بقى حدة الشخصية. ان انا النهاردة انا ممكن اجيب لك 100 واحد واعرضهم لنفس الظروف الحياتية، كل واحد يتعامل بطريقة، كل واحد هيتعامل بصورة غير التاني. امال ايه بقى الجملة اللي بتتقال ان الرجالة كلها زي بعض دي؟ لا بص، اصل الرجالة كلها زي بعض ان هي بتبص، اصل في فارق في درجة ان انا ابص واسكت. في واحد حتى بيتكلم قدام مراته عادي، ولا شايفه دي حلوه، شايفه دي كذا، شايفه دي لابسه ايه. مجرد ان هو بيعمل تفريغ. ايوه خلينا متفقين بقى اللي كله بيبص يعني. لكن في واحد تاني اللي هي الازدواجيه بقى، اللي يبان لك ان هو متدين جدا، بتاع ربنا قوي، وطول النهار قاعد لقدام قنوات دينيه، وفي نفس الوقت هو بيمارس حاجات خطا بعيد عن الناس. هي دي ازدواجيه دينيه كمان يعني. هو بيديك الاوفر قوي في الدين، وبيديك في نفس الوقت تصرفات لا اخلاقيه من وراء الستار زي ما بيقولوا. فهنا الشخصيه هي اللي بتاثر. تمام. شخصيه الانسان هي اللي بتاثر. نيجي بعد كده نقول ايه؟ طب ما في ناس بعد الزواج زي ما الاستاذ احمد قال لك ايه؟ طب ما في ناس ظروف حياتيه بقى، اهمال من الزوجه بعد يعني، دائما الزوجه المصريه للاسف الشديد، وبركز على المصريه بالذات، مجرد ما بتجيب طفل يبقى هو ده كل حياتها. بتنسى الزوج، بتهمل الزوج تماما. طبعا مش كلهم، بس احنا بنتكلم في عينات. مش كلهم. الثقافه دي ما بقتش موجوده قوي دلوقتي يا دكتور. معلش. لا في عينات موجوده يا فندم. في واحده هي الزواج بالنسبه لها الطفل. مجرد ما حصلت على الطفل لغت الدنيا كلها، بين كل الحياه متلخصه على هذا الطفل. انا موافقاك، بس برضو قلت عن الاول. بس وبعدين معلش يا فندم، ما هو يعني هي برضو بتبقى عليها اعباء كتير جدا، وهو مش بيساعدها كتير في موضوع الاعباء ده، نتيجه للثقافه والتربيه، وان انت راجل تبقى قاعد في البيت ما تعملش حاجه ولا تقوم تساعدها ولا. لازم افترض ان انا كل العوامل الاخرى محايده. لا انا لازم افترض رياكشن الست لما بتبقى مبسوطه وسعيده مع جوزها، هي بتبقى حلوه لوحدها. تمام. بس لازم افترض ان كل الامور دي محايده، يعني هو راجل بيساعدها، واقف معاها، بيشتغل وهي سايبها مثلا، اعطيها اجازه من العمل وقاعده في البيت و عشان تتفرغ للبيت
وللزوج وللطفل. أوكي. هي برضو بتهمل الزوج. ده بيحصل كتير جدا. هو ما بيهملش. ما هو ما انا جاي لسيادتك، هو بقى بيعمل رد فعل مش الفعل. تمام. هو دايما الراجل، خدي بالك يا ست الكل، الراجل دايما رد فعل، سواء حتى في العلاقه الخارجيه هو رد فعل. مفيش راجل بيبدا علاقه مع واحده لو الواحده ما عطوش الضوء الاخضر اللي عامله علاقه معاها مش هيعمل معاها علاقه. مش فاهمه معنى يعني. ما في... احنا دايما طب انا فاهمه بس محتاجه تفسير. دايما بنضحك على نفسنا نقول ايه، انا وقعت واحده. لا هي ما انت يا عيني هي لو وقعت يا زلمه احنا اللي مش معقوله. هي لو مش عايزه العلاقه دي من الاول كانت عطت ضوء احمر، كانت العلاقه خلصت من الاول. تمام. لكن مجرد ما بتدي ضوء اصفر انتظار او ضوء اخضر تعالى، العلاقه بتستمر. خلينا واقعيين، ما هو ده الواقع اللي في الحياه. اصل ما فيش واحده هيجبر واحده على علاقه عارف ان هو متزوج. خلاص ممكن تقول لك انا مش عايز العلاقه دي من الاول خالص نهائيا. لكن مجرد ان هي فكرت فعطت ايه انتظار بقى، الضوء الاصفر اشتغل شويه شويه، ترجع تعطي له الضوء الاخضر دي للطرف الثاني. طيب انا هرجع لحضرتك تاني بس في النقطه دي عشان فيها علامات استفهام بالنسبه لي. يا هدير، ايه حمله عايزه اتجوز دي وانت عاملاها، انت اللي عاملاها؟ لا احنا كليه اعلام جامعه القاهره في سنه التخرج 2015. انت لسه في الجامعه صح؟ لا خلصت يعني 2015. انا وصحابي كده عملنا جروب مشروع تخرج قسم صحافه عن مجله اسمها مذكر سالم، بتتكلم عن الراجل واهتماماته وكل حاجه خاصه بالراجل. فاحنا حبينا نعمل حمله يعني تقرب من المجله او تقرب من فكره المجله، فقعدنا نفكر ايه اكتر حاجه يعني الراجل هيهتم بيها. فحسينا ان موضوع الجواز هو اللي شاغل هم الراجل وخصوصا الشباب. فاحنا عملنا الحمله نوعي الاهالي ان هم يخفضوا نفقات الزواج على الشباب، بحيث طبعا ايه علشان الزواج العرفي يقل، والاهالي بتطلب حاجات كتير ومبالغ فيها وحاجات ملهاش لازمه. حتى عملنا شعار للحمله ان هو احنا مش عايزين النيش، احنا عايزين الزواج مودة ورحمة، مش نيش وقاعة وزحمة، مش بس زحمة الفرح، لا ده يعني حاجة بسيطة ممكن تأدي يعني الغرض ده. دي الحملة. دي الحملة. انتوا عددكم كم بقى في الحملة دي؟ كنا 12، كانوا 5 ولاد واحنا الباقي بنات. طب وردود الأفعال عاملة ازاي؟ لا ردود الأفعال الشباب ومن البنات. هي ردود الأفعال البنات، في منهم قال فكرة كويسة وفي منهم قال لا، شايف ان يعني حجم الشبكة او حجم الفلوس دي تعلي من قيمتها، ان انا لازم اعمل فرحة زي فلانه، لو انا ما جبتش شقه او شبكه غاليه ده هيقلل من قيمتي. في اهالي طبقوا الحمله وناس كلمتنا وتواصلت معانا ان هم فعلا نفذوا الحمله في محافظات تانية. وطبعا في اهالي رفضت وقالت لا ده بنتي لازم تبقى قاعده في مستوى زي اللي احنا قاعدين فيه. طب اسالك بقى بصفتك، يعني واضح ان انت محتكه جدا بقى بالعمل الاجتماعي، يعني لما نيجي نتكلم عن الراجل زي ما الستات كده قالت في التقرير، الستات بتقول لا دي صفة غير محترمة في الرجالة، واحدة ست قالت لا ما يقدرش هقتله لو عمل حاجة زي كده. أنا ساعات بشوف إن الزوجة هي نفسها بتساهم فجأة نقول مثلا بالغيرة الزيادة بإعطاء الزوج. أنا بقولش طبعا إن هي ما تحتية، لازم طبعا تحترمه وتقدره وتبقى يعني هي شريكته في الحياة في الآخر، بس الساعات بيبقى الموضوع بيبقى زيادة عن اللزوم شوية، فهو بيحس إن يعني هي بتحسسه إن كل الستات دي عايزة تعمل معاه علاقة، وده مبيبقاش حقيقي خالص، يعني بيبقى من خيالها هي، لأن هي عندها صفة الغيرة، ممكن تغير على أصحابها، تغير على باباها، تغير على مامتها، هي غيورة مثلا، ست غيورة، فهي بتساهم بشكل معين. أنت شايفة وجهة النظر دي إزاي؟ شفتيها قبل كده مع يعني في يعني في المجتمع المحيط بيا أصحابي وكده، يعني تقعد تكلمه عن صاحبتها، لا أنت بتبص لفلانة وبتبص لدي وبتبص لدي، هي نفسها بتلفت نظره للشخصية، يعني هو مثلا ممكن ما يكونش واخد باله منها، بس هي بحيث يعني عدم ذكاء منها بتلفت نظر للشخصية دي. بس فخلينا يعني متفقين برضو ان هو يعني البداية برضو من عنده ومن عندها. البداية من عندها هي؟ من عندها كمان، لانها بتبقى مقصرة في حاجة زي كده، يعني هي بتلفت نظره. طب انت تكسبيه اكتر، يعني انا شايفة انها تكسبه اكتر. في ستات بتعمل نفسها مش واخدة بالها بقى. ايوة بتتجاهل الموضوع تماما. طيب استاذ احمد، الستات اللي بتعمل نفسها مش واخدة بالها دي، ده كده صح ولا غلط؟ لان بتقول لك ايه، انا لو خدت بالي، انا خدت بالي مثلا من حاجه معينه او من تصرف مش عاجبني،
ان هو بص على فلانه كلم فلانه بشكل اوفر شويه, مش في محيط الصداقه يعني, تعدى موضوع الصداقه. حصل اي موقف بينه وبينها, فانا لو خدت بالي هاخد, اضطر اخد موقف بقى, ولما اخد موقف هيبقى انا كده خناقه فهسيبه لها. صحيح. فده ايه بقى, هي دي بتبقى عندها مشكله ان هي بتراكم المشاكل, ما هي بتراكم جواها, ما صح. هي بتسكت 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 بتسكت, ده صح ولا مش صح؟ طيب هو مبدئيا هو زي يعني هو ده علاج من العلاجات, ولكن مش العلاج اللي ينفع مع حالة ينفع مع حالة تانية, مش دايما كده. فبالتالي أنا لما بص للموضوع يعني بص, أنا حابب أبص للموضوع برضو في إطاره المظبوط, إطاره الاجتماعي المظبوط. تمام. إحنا دلوقتي كأسرة أو كأسر الموجودة دلوقتي بنفتقد لحاجات أساسية جدا جدا في تكوين الأسرة. يعني زي ما كنت بتكلم مثلا بنقول المودة والرحمة, هو ده الأساس الجواز, اساس الجواز ان انا يكون في موده ورحمه, اللي هو مثلا ممكن نقولهم بالترمينولوجي او بالمصطلحات بتاعه دلوقتي اقول ايه, حب وصداقه, ان يكون في حب وصداقه بين الراجل ومراته لا غنى عن ذلك. اما يبقى في حب وصداقه هيبقوا بيحكوا لبعض على كل حاجه, بس هي طبعاً. قصه ان انا ببقى عندي بعد الجواز صفه الامتلاك طبيعي. على فكرة عندهم طبيعي طبيعي عند ده وعند ده, والراجل غير جدا والست غيره جدا مش معترضين, ولكن وجود الحب والصداقه هيخلي الحوار يعني اولا مفتوح اكتر, تاني حاجه ان الحوار هيجيب نتيجه. لكن للاسف احنا دلوقتي خلينا في المجتمع خلينا الجواز ده بقى هدف في حد ذاته. الجواز بقى هدف في حد ذاته, فانا مجرد ان انا اتجوزنا التحايل بيبقى ازاي يعني, هي ده واحده شايفه ان جوزها عينه زايغه, فهو على فكره احنا ساعات برضو بيتهيأ لنا ان احنا سيطرنا عن طريق تفتيش التليفونات والمراقبه المستمره والكلام ده, اي حاجه بتسيطر, مفيش اي حاجه بتسيطر عشان تبقوا فاهمين يعني, ولا بقى عايز مفيش اي حاجه بتسيطر. اذا حضرتك كنتي بتفتشي التليفون ففي تليفون تاني استخبي في العربيه, لو حضرتك بتفتشي التليفون ومفيش تليفون في العربيه بيبقى في لوج بيتمسح ومسجات بتتبقى, فانت بتفضلي قاعده تعبه اعصابك في حاجه ممكن تكون حاجه عاديه على فكره او مش ذات اهتمام قوي, تفضلي تعبه اعصابك, فتعب الاعصاب ده بيأثر عليك انت في انفعالاتك وفي طريقتك معاه, وهو بيتعمد بعد كده, او اعتقد ان هي بتبقى صفه فيه زي ما انت قلت يا استاذ احمد, بتبقى مكتسبه بعد كده. مزبوط. هو بيتبسط بيها يعني خلاص بقى. طيب دكتور جمال اللي احنا بنقوله ده صح ولا انت مش موافق؟ لا طبعا طبقا للشخصيات احنا زي ما قلت لك في شخصيه هي شخصيه تشككيه. شخصيه تشككيه دايما بتشك في تصرفات الاخرين, كلام الاخرين, حتى لو هي مبنيه على خطا. تمام. يعني انت دلوقتي بتتكلمي, روح انا بصيت لك هي بتقول عليا كده ليه, او هي جوزها بيتكلم مع واحد في زميله وبيتكلموا مع بعض, طب بيضحك معايا ليه, طب هو قصده ايه. لا ده في شخصيات كده وبتتطور الى مرحله مرضيه. ما هدول بقى يجونا يعني قرفه جوزها مش قادره تعيش, مش عارفه نفسها, هي مش عارفه هو, ما هي قرفه نفسها بس هي مبسوطه. ما خدي بالك, ما المريض مبسوط, مش هو عايش كده, انت اللي مش حاسه بيا. مبسوطه بايه؟ مبسوطه هي مبسوطه انها بتتخانق معاه طول الوقت, ايه اللي بسيطها يعني؟ عشان هي شخصيتها كده, ما هي الشخصيه دي بقول لك هي متربيه كده, هي كانت في بيت اهلها كده, هي مع زمايلها كانت كده, في الشغل مع اصحابها كده يعني. مش يعني هي التشككيه دي بتبقى تشككيه بشكل في كل عام يا فندم, الشخصيه في كل حاجه. انا شخصيتي هي معاكي هنا, شخصيتي في بيتي, شخصيتي في شغلي, شخصيتي في عيلتي, شخصيتي في المستشفى, هي نفس الشخصيه مش هتتغير. انا مش هحط ماسك على وشي واقول الشخصيه دي هتعامل هنا والشخصيه دي تتعامل هنا, ما ينفعش. فبالتالي طب لو هي مش شكاكه وهو بتاع ستات فعلا, ما بص يا فندم, ما لازم الاول نحط ده الدرجه, كل شخص كل بيت حاله قائمه بذاتها, ما اقدرش اعمم كل الكلام على كل البيوت. النهارده ايه العلاقه بين الاثنين ايه؟ هل زوجتك بتديك كل حقوقك اللي انت عايزها؟ هل زوجك بيديك كل حقوقك اللي انت عايزه وبعدين بيطلع يشوف بره؟ يبقى هنا دي حاله. لا ده في اهمال من طرف وفي حب من طرف تاني, يبقى حاله. لا ده في اهمال من الطرفين, في عدم تقبل من الاثنين لبعض يعني. طبعا. في ناس بتبقى انفصلوا عن بعض ورجعوا عناد, لمجرد عناد مع امها, عناد مع باباها, عناد مع اهلها, تقول لك رجعت له وانا مش عايزاه. طب ما انتوا عايشين مع بعض غلط, انتوا وجودكم انتوا الاثنين مع بعض ما هو خطا. احنا مش سايقين بعض, طب عايشين مع بعض ليه؟ وتلاقيهم قاعدين مستمرين في الحياه, يقول لك الشكل الاجتماعي عشان ما بس اسمنا مطلقين. ده خطورته ايه بقى دكتور؟ معلش عشان دي حاجه بسمعها كتير قوي, والناس سواء الراجل او الست بيبقوا تعساء جدا يعني, دي خطورتها ايه؟ خطورتها اقولها لك ببساطه شديده. انا طول ما انا عمال اكتم ضغوط عليا, ضغط عمال انا بكتم مشاكل, في حاجه من اتنين, الضغط ده هيولد الايه؟ انفجار يا داخلي يا خارجي. ازاي بقى؟
الداخلي ضغط هيعلى، سكر هيعلى، اما تجيلي جلطه في القلب، تجيلي جلطه في المخ، اما يجيلي نزيف في المخ. ده الداخلي. الخارجي بقى نرفزه مع الناس، عصبيه مع الناس، بتخنق طول النهار، ما بشوفش شغلي، قله تركيز، قله انتباه، مشاكل برضو الوظائف المعرفيه كلها بتتاثر. داخلي طول النهار عندي ضربات قلب زياده، طول النهار معدتي قافشه عليها توصل لقرحه في المعده. صداع ما بيبطلش، زغلله في عيني ما بتبطلش، خنقه في رقبتي ما بتبطلش. 60% من اللي بيترددوا على عيادات القلب حالات نفسيه بسبب ضغوط اسريه. طب والحل بيبقى معاهم ان حضرتك بتنصحهم بايه بقى؟ هل الحوار زي ما استاذ احمد بيقول ولا احنا خلاص الموضوع يخلص؟ الكونسلنج بيساعد. احنا انا بجيب الاثنين بقعدهم قدامي دايما، بتفق معاهم كده، انتوا الاثنين قاعدين قدامي بس هتطلعوا بره باب باب العياده القصه انتهت، مش نتكلم هنا تطلعوا بره تتخانقوا وتقول انت قلت للدكتور وانت قلت للدكتور. احنا قصتنا مع بعض، احنا الثلاثه كل واحد يطلع اللي عنده بصراحه مطلقه قدام التاني. لازم قدام احنا في حاجات الاول انا بسمعها من الطرف وحاجات بسمعها من الطرف التاني، بقى لازم يقعدوا الاثنين مع بعض، لازم في مواجهه. طب ماشي، هو بيقول لك بقى بعد كده اذا ما راحوش لدكتور او لمتخصص يقول لك انا بقى خلاص بقى عايش وخلاص، يعني هعمل ايه؟ ما كده كده يبقى عايش وخلاص. وصلنا لمرحله طبعا في ناس 90% عايش وخلاص والدنيا هتمشي، بس في 10% هيعانوا مرضيا، هيعانوا وظيفيا. طب وبتمشي ازاي؟ مش حضرتك بتقول ما بيحبوش بعض؟ خلاص هيقول لك احنا كده بصي ادينا عايشين وخلاص، الدنيا ماشيه، ادينا بناكل وبنشرب وبننام وبنطلع نعمل اللي احنا عايزينه بره. جزر منفصله تماما بقى، مش عايشه. خدت بالك من دي؟ طيب وبنطلع نعمل اللي احنا عايزينه بره. الطرفين مش طرف واحد. صح. طيب عندي سؤال هدير بس هاخد ام محمد. الو. ايوه ام محمد ازاي؟ الله يسلمك، اتفضلي وطي التلفزيون يا حبيبتي لو سمحتي. ماشي، انا وطيته خالص اهو. قولي. انا عايزه اقول يعني عن الزوجه ابو عينين زايغه، علشان انا يعني عاصرت الفتره ديت. قولي. يعني فتره كبيره اكتر من 25 سنه. انت 25 سنه متجوزه و25 سنه جوزك عينه زايغه؟ ايوه. ومش عينه زايغه وبس. مش عينه زايغه وبس. يعني انا دلوقتي اتطلقت، انا اتطلقت بعد 30 سنه. وبعدين ليه؟ كان بيجيب كمان ناس في البيت. ده الموضوع وصل بقى، مش عينه زايغه ده، هو بيخونك يعني. ايوه بيخوني، وبعدين مش مع واحده بس او مع او واحده او اتنين، لا. وبعدين ما كانش فعلا حد بيصدقني، وشفته كذا مره ودخلت البيت عليه معاه وهو معاه يعني واحده في البيت وكده. طب قولي لي انت دلوقتي كنت بتتعاملي ازاي من ساعه اول مره اكتشفت الخيانه؟ اصل دي مش عين زايغه يا ام محمد، دي خيانه صريحه. انا واجهته وقلت له لما دخلت ولقيت طبعا واحده في البيت وكده، وتاسف ومش هعمل كده تاني وكده وما اعرفش ايه. بس هو كان بصفته كان مدرس وانا كنت بشتغل، وكنت ارجع في البيت صدفه الاقي يعني مع ناس، وما كررت الحكايه دي مره واثنين وثلاثه واكثر من مره. كبرت كتير جدا ومعايا اولادي، قلت علشان خاطر اولاد. طيب ام محمد رجعي كلمينا تاني. كل حلقه قايمه بذاتها هي. أي دكتور، هي سكتت 25 سنه ولا 30؟ ظروفها الحياتيه بقى. مع النهارده مش كل واحده تيجي تقول لها عايزه تطلق. ما هي في الاخر انفجرت اهي، ما هي في الاخر طلبت الطلاق. ما لما ظروفها استقرت اقتصاديا، ظروفها اجتماعيا استقرت، اتجوزت العيال معاها القرش، وكل عمرها اللي ضاع وهي بتتخان، ده ايه يعني؟ في واحده لسه كانت عندي من 3 4 ايام، هي جوزها علاقات كده. طب هي ما حاش فلوس، بتقول لي هو مستوى اجتماعي عالي قوي وخدني نطرني من مستوى معين الى مستوى تاني خالص، لكن له علاقات. اتطلق. ما تشتغلش. اتطلقتي. رجعت البيت اهلك، مستوى اجتماعي مختلف تماما، هتصرف ازاي؟ ما احنا مش كل واحد نقولها. ابقى مزلولة كده؟ مش مزلولة. وليه نعتبرها مزلولة؟ وليه اعيش وانا بخاف؟ لما انا اوسع مداركي ان انا اتفاهم مع شخص، ما انا النهارده انا اشوف الطرف الثاني. اتفاهم مع واحد زي ده بيجيب لي ستات في البيت؟ لا مش هجيب ستات في البيت، ده بجاح. انا اسف. نجح يعني؟ لا لا دي حاجة تاني. لا انا بتكلم، بتقول لك ايه؟ اصل بيبص. اصل عايز يتجوز تاني. طب ما النهارده بندور هو عايز يتجوز تاني ليه؟ انت النهارده ليه بتبص ان هو عايز يتجوز تاني؟ طب ما هو لو في بيته واخد كل الحقوق اللي هو عايزها ومرتاح ليك. انا دايما بقول للبنات اصبري، ما تتسرعيش في اتخاذ قرار. لازم تدي، اصل دايما الراجل اللي عينه زايغه ده كل ما انت تدي له حب وتدي له حنان بيجي له شعور بالذنب، فبيقلل من تصرفاته الخارجيه.
هات عندي معاه البسي بقى. مش متاكده. لا لا طيب. ده لازم يا فندم. اصل النهارده انت كل ما تهتمي بيه اكتر كل ما تدي له عاطفه اكتر كل ما هو خلاص يعني بيبقى فيه حته رضا شويه من حته العاطفه نمره اتنين الشعور بالذنب بيبدا ضميره بقى ضميره بيبدا يصحى طيب. فبيبدا يتعامل معاها بسرعه طيب. عايز بس اقول نقطه على الموضوع ده بتاع طيب. اللي تعيش احنا برضو كان من ضمن القيم الاجتماعيه اللي كان زمان كانت موجوده اللي هو الصبر الواحده تصبر على جوزها والراجل يصبر على مراته دي ما بقتش موجوده فاحنا المجتمع تحول لايه تسرع طول الوقت لراجل بصباص وسترونج اندبندنت وومن وخلاص بقى هو ده مجتمع سترونج اندبندنت وومن دي غلط والله ما بهرج دي حاجه مش حلوه قوي مش 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 حاجه مريحه قوي زي ما انتم فاهمين يعني ده دلوقتي بقى المجتمع منقسم للشقين دول لو احنا رجع الاسره تقدر انها تصبر تحتوي ازماتها داخليا وتقدر انها تعالج مشاكلها بداخل الموضوع هتتحل وهتقل كتير جدا جدا عن اللي احنا كنا طيب معايا علي من القاهره الو السلام عليكم عليكم السلام صباح على حضرتك وعلى الساده الضيوف اللي موجودين مع حضرتك وعلى قصه العمل في البرنامج كله اهلا بيك يا علي انت هتتخانق معايا يا علي ولا ايه لا ليه صباح الفل على حضرتك صباح الفل على رياض على رياض من القاهره بقى اهلا بيك والله حكايه الراجل البشبار دي حكايه يعني قديمه وازليه وابديه ومش هتخلص يعني تمام طب اقول لك حاجه نعم هو انت يا علي شايف ان الست تتعامل ازاي مع الراجل اللي عينه زيغه طالما هو خلقته كده يعني زي ما انت بتقول والله هو بيبقى يا اما مريض نفسي يا اما كان هو في طفولته وعنده حرمان من عاطفه الامومه حاجات كتير يعني طب هي تعمل ايه؟ نعم؟ هي تعمل ايه؟ افرض بقى خلاص يعني امر واقع هي زوجته وهو عينه زايغه انت شايف هي تعمل ايه؟ والله تحاول تجمع رغباته وتقربه وتخليه يقرب من ربنا اكتر يعني تمام برافو يا علي جميل وبمناسبه البدايه اللي حضرتك بداتيها عن القدس ايوه كنت عايز اقول بس كلمه للقدس يعني اتفضل الله اكبر الله اكبر قولها كلمه قويه الله اكبر في الفضم دويه الله اكبر يا بشر مش هي الله اكبر والمقاومه ابيه جميل قوي يا علي انا بشكرك وشكرا على تليفونك وشكرا على القصيده الجميله اللي قلتها ومتابعتك لينا من الاول ميرسي لك يا علي معايا هشام المحله الو صباح الخير صباح النور اتفضل يا فندم صباح الخير هو الحقيقه الطبيه بتقول ان اي راجل عينه زايده او بيقول لمراته كل شويه انا عايز اتجوز او انت مش مكفياني او الكلام ده دي حجه نتيجه انه ضعيف جدا ذكوريا تاكدوا من الموضوع ده انا بكلمك كطبيب دلوقتي الناس كانت زمان طبيب ايوه اتفضل حضرتك خمسينات ستينات سبعينات ثمانينات كان المين جيب موضه ما كانش حد بيبص على حد ولا حد بياخد مقاسات ولا الكلام ده دلوقتي الناس كلها لابسه عبايات ورغم كده انتشر الايه التحرش والحاجات دي لان انتشار الضعف الجنسي دلوقتي عن السنين اللي قبل كده هو السبب كل الرجاله دلوقتي بيدوروا على اي حته متاكد ان اللي بيقعد يقول لي انا عايز اتجوز ثاني وثالث ورابع ده مريض ولازم يتعالج مفيش كده مش لازم نعمم برضو دكتور هشام لان يعني في ناس بتبقى الموضوع زي ما دكتور جمال قال كده بيبقى هو شخصيته كده في حاجات وراثيه في طباع في حاجات بتبقى بيكتسبها بعد شويه من التعاملات اللي حواليه يعني الحاجات التصرفات او الفروق الفرديه ما بين راجل والتاني او بين شخص والتاني ما لهاش قاعده معينه دكتور هشام طيب دكتور هشام حاول تكلمنا تاني معايا تليفون انا ابو ادم على فيسبوك بيقول ده بيبقى ذنبها هي ذنب الست عشان هي لو فيها الصفات اللي هو محتاجها فيها مش هيبقى عينه زايغه اصلا خلص. ده رايه محمد فاروق اقرب طريقه لقلب الراجل الدلع طيب يا محمد عموما يعني ما هي برضو مش هتقعد تعاملك كويس كتير 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 وانت تعاملها بجفاء او تعاملها بجفاف فتتوقع منها ان هي تكمل
يعني خلاص ما يمر بقى في الثانيه في الثالثه ما هتزهق منك، فخليك انت برضو يعني. امال احنا بنتكلم ازاي بقى في مبدا القوامه؟ ما هي القوامه دي بتبقى المفروض في كل حاجه، صح يا دير؟ تمام طبعا. انت ايه رايك في الاراء اللي سمعيها دي؟ يعني انا شايفه ان هو تحميل جامد قوي على الست، ان هي يعني هي اللي عليها السبب ده طبعا مش طبيعي يعني. تمام. هو مهم انها تحتويه وانها تسمعه، بس هي هتفضل تعمل كده لحد امتى؟ هي دي حاجه شخصيه، هي حتى لو هي فيه هتختفي تدريجيا بس هتفضل موجوده. يعني انا شايفه انها هتفضل موجوده يعني حتى لو طبع او هو مكتسبها هتقل، بس هي موجوده فيه. عارفه بيبقى في حاجه كمان شفتها في سيدات كتير، ان هي بتفضل خصوصا الستات اللي ما بتلككش على الواحده دي. يعني في ستات بتسكت زي ما كنا بنتكلم كده قبل شويه، وما بتاخدش موقف وبتفضل قاعده والدنيا خلاص، وبتبقى نوعين، نوع بتبقى خلاص مكبره دماغها، ونوع تانية بتبقى واثقه في نفسها زياده عن اللزوم، فمش مهم. بعد شويه الست دي لما بتيجي تنسحب من الحياه تنسحب فجاه، لا بتقول عايزه انسحب ولا بتقول عايزه مشاكل ولا بتقول اي حاجه، فجاه بتلاقيها اختفت. دي بتبقى بقى وصلت لايه يا دكتور؟ خلاص مرحله انا كده الافيشنت بتاعتي خلاص، وصلت لمرحله فاض بيا مهما كانت بتحبه، ما خلاص بقى فاض بيا. خدي بالك اقول لحضرتك حاجه، خدي بالك في سيدات خصوصا هتلاقيهم اكتر في بحري ان هم بتعرف تمسك جوزها كويس، هي دايما بتلعب في دماغه كويس قوي، بتقنعه ان هو احسن واحد في الدنيا واقوى واحد في الدنيا، بيجي وهو على دماغها بقى وهو لا بالعكس، ده هي دي اللي بتحطه في جيبها، ده هي محسساه ان هي ما بتعمل ما بتكحش الا ما بتستاذنه، ما تدخلش الحمام الا ما تستاذنه، ما هي محسساه ولا هي فعلا كده؟ محسساه. محسساه. طب اللي ده احساس، اصل بيبقى في واحده بتبقى كده فعلا، لا دي شخصيه سلبيه اعتماديه، دي قصه تانية. ما ده موجود، فدي بقى لما بتتساب خلاص بتنهار. لكن تمام. الشخصيات دي بتوصله ان هو كل شيء في الدنيا، بس هي محسساه، بس ده مش حقيقي. اقسم لك بالله كان قدامي واحد كان دايما لما حتى يروح يقعد مع واحده مثلا ايه، يقعد معاها مثلا في كافيه، يعني كنا ساعتها انا يعني كنت اصغر منه بشويه، فكنت الاقي ايه يقول لك مش هان عليا اكل، هو قاعد مع واحده في كافيه يقول لك مش هان عليا اكل معاها، طب ليه؟ اصل ام فلان في البيت. الله، شوف لا ام فلان في البيت، طب انت قاعد مع واحده وبتبص وصلها لايه بنت ليه؟ اصل لازم اكل مع ام فلان، عنده مراته دي بالدنيا كلها، محسساه ان هي فوق الكل، ان هو فوق الكل، فبالتالي مش قادر حتى يفلفص انه يبص لا قادر ياكل، وهو في نفس الوقت عنده الرغبه ان يعرف واحده، فيقول لك ايه ما اقدرش اشرب معاها حاجه او اكل معاها حاجه، لازم اكل مع ام فلان. النقطه دي نقطه مهمه جدا على فكره. يعني معظم الستات بتعمل مشكله متخيله ان جوزها ما دام بص لواحده ثانيه او حتى خرج معاها او حاجه ما بيحبهاش، يحبها، وده غلط جدا خالص، غلط جدا على فكره. في قدر كبير جدا او نسبه كبيره، بص لواحده علاقه مع واحده ثانيه حتى لو عمل علاقه برضو على فكره ده لا ينفي انه بيحب مراته جدا جدا، ممكن يكون بيحبها اكتر من اي واحده في العالم. بيعمل كده ليه؟ ما هو بقى هقول لك انا ليه بقى، نفسيه حاجات كتير. بعد فتره من الزواج انت بقيت مراتي ودنيتي كلها، امي اختي بنتي مراتي، انا ما اعرفش اعيش في انت النفس بتاعي، انا ما اعرفش اطلع الحياه الا بيك انت. اوكي، فيك عيوب، بدور على العيوب دي بره، هو بيدور على العيوب دي بره، بس هي هو ده بقى اللي انا عايز اسمعه. ثانيه واحده بقى هرجع لك تاني يا دكتور. طيب معايا الاستاذ ابراهيم شريف، اكيد عين الرجاله صايغه، عشان كده ربنا حلل لهم الزواج اربعه عشان يعفوا نفسهم، يبقى الزواج بالحلال واللعن الحرام، ونصوت ونقول رجالتهم عين هي تتقبل الحرام ولا تتقبل الحلال الست. يا استاذ ابراهيم صحيح، هو بيقول بيتكلم على الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه امبارح، حته الطلبات الكتير، وقال كذا مره. طيب خلاص، يعني هما الناس بتقول ان الموضوع برضو على الست، ناس كمان على الفيسبوك بتقول الموضوع على الست، او بيعولوا الموضوع على الست اكتر، بس انا مش شايفه قوي كده يا هدير. انا بس في رايي كده على طول بسمعه، ان بعد الحياه الزوجيه كده فتره بتتحول لروتين، اللي هو انت قدامي على طول، يعني حتى لو هي بتعمل كل حاجه بس انت قدامي بنفس الشكل بنفس المنظر، ففي روتين بيبقى موجود، فحتى لو هي في واحد يتجوز واحده حلوه وشيك برضه بيبص مهتمه بنفسها واموره، لا هو مش بيشتغل كويس، وانت فاهم اللي هيعرفها التانية احلى منها. هو بقى ليه بيدور على عيب بره؟ عايز يعني مثلا هو بيتجوز واحده ست بيت قوي قوي، فيدور على واحده بره مش ست بيت مثلا. انا حاجه غريبه بالنسبه له،
بصي الراجل عايز يحس دايما ان هو عايش، عايز احس ان انا بتنفس. انت بالنسبه لي كل حاجه في الدنيا، انا ما اقدرش استغنى عنك. يا دكتور ده مبرر للخيانه اللي انت بتقوله ده؟ مش مبرر، انا بقول لك إيه؟ انا بقول لك سيكولوجيته هو بيقول ايه، وانا مش بدافع عنه. انا بقول لك السيكولوجيه بتاعته. هو ليه بيعمل كده؟ انا بفسر ليه بيعمل كده، مش بدافع. طب ليه علاقه بس عموما يعني انا بحس ان الراجل دايما بيبقى متطلع ان هو عايز يعرف الجديد، عايز يعرف اكتر، يعني يشوف يجرب. عشان كده انا ضد دايما اللي يقول لك ايه شوفي انت مقصره في ايه وحاولي تعملي. على فكره الكلام ده مش صح، وضغط كبير جدا على الست لانها ممكن فعلا تكون كامله حقيقي. يعني يعني عايز اقول لك انه اللي متجوز ست حلوه ده اكثر احتماليه انه يكون هو اكتر واحد بصبص. ليه بقى؟ انه انتقائي جدا. هو الراجل ده اتجوز الست الحلوه دي اللي مهتميه بنفسها دي، هو راجل انتقائي جدا وراجل يعني ليه ذوقه. هو ده اكثر عرضه او اكثر احتماليه انه يكون راجل بصباص، فالست ما عليهاش هذا الجزء الكبير من الحمل اللي بتحمله عليها. الست الحلوه بتتصدم يعني اللي هي مش قصدي حلوه شكلا، انا قصدي اللي هي طباعها او عامله اللي عليها او ست عامله له كل حاجه نموذج وهو او نوع من من السيدات. في جزئيه بقى احنا نسينها خالص. لما بيجي الزواج نفسه احيانا بيبقى فيه عدم تكافؤ بين الاثنين، قد يكون اقتصادي، قد يكون تعليمي، أوكي. قد يكون اجتماعي. عدم لما وخصوصا لو الزوجه لو الزوج اقل من الزوجه، ده في خيانه متوقعه بنسبه 90 لـ99%. تمام. خيانه صريحه من 90 لو هو اقل منها اجتماعيا او اقتصاديا. هي اقتصاديا او اجتماعيا او تعليميا ده لازم هيجي لأنه فتره بيبقى عنده نقص. الله يفتح عليك. بس كده هيعمل عمليه تعويضيه ان هو لازم يعمل حاجه غلط عشان يعوض. لا هو اقول لك بقى حاجه، هو دايما بيخون مع واحده اقل منها. ما اقل منه اقل منها بقى بكتير، عشان هو دايما حاسس بالنقص قدام مراته. هو يقول لك يعني كتير جدا يقول لك ايه انا ما اعرفش اتجوزتها ليه. يعني كان في يعني مره في احدى معرفش اتجوز ايه اتجوز يعني في ولا الثانيه كان عندي في ندوه كده بيقولوا لي اكتر ناس بيتجوزوا الزوجه الثانيه والثالثه اللي هم اصحاب المهن، الدكاتره والمهندسين والمحامين والصحفيين و و و ليه اساتذه الجامعه ليه؟ عشان هم لما اتجوزوا اول مره هم ناس خدوه منصبه بس قد يكون اقل اجتماعيا شويه. رضيوا عليه. رضيوا عليه، خد بالك من دي. رضيوا عليه فيجي يعوضها بعد كده بقى. يبقى هو بيعمل كده علشان يكسرها، عشان يحس ان هو بقى كده مش جوازها. احنا كده داخلين نقفش على بعض. لا دي كتير جدا كتير جدا. طيب عبد الله محمد الحربي، يا استاذه مها انت خليتي الرجاله كلها مدانه وسبتي وانت هتظلمينا. طب هقرا المسج بتاعي، مش هظلمكم ولا حاجه يعني، مش معقوله يا استاذ عبد الله. معايا ام محمد من القاهره. الو ام محمد. ايوه السلام عليكم. وطي التلفزيون. عليكم السلام. لو سمحتي عايزه اسجل اسالهم عن حكايتي. اتكلمي يا حبيبتي. هي سامعاني؟ ايوه سامعاكي. لو سمحتي انا متجوزه بقالي 50 سنة. بنتي الكبيره عندها 47 سنة. عندي بنتين وولدين، جوزي عنده 75 سنة. عشت معاه 50 سنة، منهم 30 سنة في بلد عربية. رجعنا وعملنا بيت لولادنا، والبنتين عنده اتطلقوا وكل واحدة معاهم 2. فهو كلم واحد قريبه يعرف أخوه، يعني عرفهم، أم فلانة دي بتشتغل في البيوت. قال له آه. قال له جابها تساعد الحاجة لأن رجلي اتكسرت من 3 سنين وقاعدة في البيت، وبروح وأجي وبعمل حاجتي البسيطة. فراحت جات الست دي 3 أيام على 3 أسابيع تقعد ساعتين وتتمشى في الشقة، ونقول لها ماذا أغسل الموعين ولا حاجة، ما تعملش حاجة. آخر مرة قلت له أنت قول لها أنا مش هقول لها على حاجة. قالت أنا هشوف شقة عشان جوزي طردني من الشقة، أنا مش حاضنة بعد ما جوزت ولادي الثلاثة، هي عندها فوق 50 سنة. قال لها قلنا لها طيب ومشيت. ابتدت تكلم جوزي في التليفون، انا ما عنديش فكره وما بدورش معاه. اتجوزها من سبع اشهر عرفي، ساب البيت بالاسبوع بالعشر ايام، لا يصرف علينا ولا يجيب لنا حاجه، ويقول كل واحد يدفع نوره. البنتين اللي متطلقين اللي بياخدوا ملاليم من جوازتهم، كل واحد يدفع نوره وميته، وبقى يعاملنا واتجوز الخدامه بعد 50 سنة.
شغل وكنت بشتغل وهو بيشتغل، ولو هو قبض 10 انا باخد 5 ادفع نص مصاريف البيت، ما بجيبش حاجه لنفسي لما ادفع 4 ولا 5 ما لاقيش فلوس اصرفها او ادي لاهلي، فااثر على نفسي كتير. ف 50 سنه عمره ما صرف عليا، دلوقتي راح صرف عليا واضل لها شقه خدامه، قضبت لها شقه ودفع مقدم وجاب لها فرش وكله. فقولي لي بصراحه ربنا انا اعمل ايه؟ هو على فكره قاعد جنبي اهو، قاعد جنبي. هو قاعد جنبك اصلا؟ استني استني، هو انت حكيتي كل الحكايه دي هو قاعد جنبك؟ انا ما بكذبش، انا بقول حقيقه ربنا. ما عندوش حاجه يقولها؟ طيب كلمه ام واب واهلي ماتوا في طب ما تديني اكلمه. طيب ومهما شفت ما كنتش اقدر اغضب عند حد، لا عند جوز اختي ولا عند عم الله. يا حبيبه قلبي ممكن تهدي لو سمحتي؟ هخلي الدكتور يعني الضيوف كلهم هيعلقوا على مشكلتك، بس هو يعني جوزك حكايه نص قرن. هو جوزك قاعد جنبك يا ام محمد؟ الولد الصغير 37 سنه ما اتجوزش، ظروفه يعني صعبة شوية، ياخد فلوس ويضيعها. اتبه ابنك 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 كأنه مش ابنه، وقوله انت اتجوزت، اقول لك اتجوزني تروح تتجوز انت، يوم اتجوز من نفسك. طب اسمعيني، هو جوزك مش عايز حاجة؟ ما عندوش حاجة يقولها؟ طيب لا، هو قاعد اهو، اللي عايز يقوله يقوله. طب ما تديهولنا نكلمه يمكن نفهم اي حاجة. تكلمهم؟ لا، بيقول لا. اما يقعد يتفرج على الحاجات اللي طب قولي له ما تتكلمش، اسمع. طيب اما يقعد يتفرج وانا مكسوره ونايمه في الصاله على الحاجات اللي في التلفزيون واقول له حرام، يقول لي انت خنقتيني. خنقته يعني ايه؟ يقول لي كل الناس اتجوزت، كلام تنحب على مراته، فلان مش عارفه عمل ايه. طب انا ما بصش لحاجه كويسه ليه؟ ده انت حبيت وعملت عمره، وانا حجيت والحمد لله وعملت عمره. طب اهدي يا ربنا، وانا قلت لكم كل ده. اهدي اهدي، انت منفعله قوي، بس اهدي وتابعينا. وحاضر، واضح ان زوجها مش عايز يكلمنا، بس هرجع لك تاني. مشكلتك تابعينا لو سمحتي، بس هاخد التليفون. احمد من القاهره وهرجع لك تاني. حاضر يا استاذ احمد. الو الو الو. ايوه صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضل. ازيك يا استاذ نقيب مها، عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا استاذ احمد، ازيك؟ ازيك صحت الله يخليك. اتفضل. هو ينفع كده اللي بيحصل ده يا استاذ احمد؟ معلش معلش، هو عنده 75 سنه كمان، يعني مش عارف، انا شاكك يعني ان هو يكون يعني بيفكر في اي حاجه. لا، ما هو اتجوز من فتره بقى، عشان ليه اسباب. تمام. بقول عليك، بس هو كل الرجاله عاملينها زيها. تشرشل قال ان لو انتهت انجلترا انتهت السياسه، لو انتهت فرنسا انتهت الموضه من العالم، لو انتهت العرب انتهى الخيانه من العالم. فهم كل الرجاله العرب بيحبوا يبصوا على الستات، يعني حاجه معروفه يعني. فهي دي من الطبيعه، من العادات اللي عندنا، حجب المراه من زمان. احنا لما بنسافر بره ممكن تلاقي ستات ماشيه في الشارع في فرنسا، في انجلترا، في ايطاليا، ما حدش بيبص على حد ومحدش بيضايق حد. دي قصه تانية. هي دي ثقافه وتعليم مختلفه يا فندم. وبيبصوا عندك ثقافه، عندك كابتن كتير لزعماء عالم وكلهم بيبصوا يعني. لا موجود طبعا، هو يعني تبقى ثقافه. تمام. استاذ احمد معانا؟ طب مش حابب تكلمنا تاني؟ طيب عمرو الدسوقي بيقول احساس الراجل بمكانته والجوده مش عارفه ده اهم ولا بعد. تمام، ده عمرو الدسوقي. مع احمد شاعر، الزوجه المفروض توفر كل حقوق الزوجيه. سنين لو هي موفره حقوق الزوجيه كاملة في هذه الحاله يبقى هو مريض فعلا. عبده بيقول تتعامل معاه، تهتم بمظهرها جيدا، وتحاول تحسسه برجولته وسيطرته حتى تقربه لله سبحانه وتعالى. لو محمد السقا بيقول لو الزوجة مهتمة بالزوج مش هيحصل حاجة من دي خالص، بس في رجالة كتير عينيهم زيغة فعلا. الأستاذ عبد الله بيقول خليتي الرجالة كلها مدانة وانت هتظلمينا، كلهم عينيهم زيغة والله، في بعض الأوقات بنتعاكس من البنات. خلي طارق مستور يا راجل، صباح الخير. ماشي صباح الخير عليك، بس يعني مش مصدقك قوي. طيب نرجع بس مشكله ام محمد. لا انا يعني هبدا الاول بالمتصل الثاني اللي هو اتكلم ان ليه بيتعاكسوا وكده. احنا كنا مصر، جمهوريه مصر العربيه لغايه سنه 76 لا عندنا معاكسات ولا عندنا مشاحنات ولا عندنا الحاد
الا طبعا بنسب قليله اللي هي العالميه العاديه ولا عندنا مثليه جنسيه يعني برضو بالنسب العالميه القليله كل ده ما كانش عندنا. احنا من سنه 76 دخلت علينا ثقافه غريبه جوه مصر. احنا لنا الثقافه النهريه بتاعتنا اللي طول عمرنا عايشين بيها من ايام الفراعنه. لما دخلت علينا ثقافه غريبه جات لنا مع رياح من الشرق بقينا هنا خليط ثقافي، بقينا مسخ ثقافي. لما بقينا المسخ الثقافي ظهر عندنا التحرش، ظهر عندنا المعاكسات، ظهر عندنا الازدواجيه الدينيه. احنا كنا دايما ثقافه ابن البلد وبنت البلد وثقافه الحاره المصريه. النهارده ليه قلت او شبه انعدمت؟ الثقافه بتاعتنا قلت. عشان كده لما عاملين نادي نقول الرجوع للثقافه، الرجوع للهويه المصريه. ما هي الهويه الثقافه اللي هي الهويه المصريه بتاعتنا اللي احنا كنا بنفتخر بيها قدام العالم، نقول ابن بلد مصر. دي بس للاخ العزيز اللي اتصل. اما طيب. بالنسبه لام محمد طيب هاخد معلش انا اسفه هقطع دقيقه واحده بس عشان سحر معانا وبقالها مستنيه بقالها كتير. ايه سحر؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام يا سحر. من فضل حضرتك والله انا دلوقتي زوجه من 20 سنه. بنتي توفاها الله في معهد الاورام في 2014 كانت في الاعداديه. وانا معايا بنت واحده اسمها هاجر هي اللي فاضله معايا. دلوقتي هي ثانويه عامه. انا في العزاء بتاع بنتي يعني في 2015 ده كان لسه الناس بيعزوني بعد وفاه بنتي اللي اتدفنت مني عروسه في الاعداديه. وفجاه ان واحد بيتصل بيا يقول لي جوزك اتجوز بقى له 6 شهور. اتجوز واحده فلاحه مطلقه من بلد اسمها معرفش ابو النمرس ولا ايه. واحد جاي يعزيه في بنته فاخده للست دي وقال له ربنا يبارك لك في الموجودين. قال انا ما عنديش غير هاجر. إيه ليه مش ليه؟ المهم ان ما حصلش نصيب ان في ربنا ما قدرش بخلف تاني. قال له تعالى انا عندي واحده وجوزها ومعها اولاد ومطلقه وخدها وخلف منها. وانا لسه كنت باخد العزا بنتي. وكمان انا مش عايزه اقول لحضرتك انا باديه معاه من الصفر. احنا بادين من تحت الصفر انا ووالدتي وربنا شايف. ولا حتى والدتي بتقول له انت رحت لهم الفلاحين بالعربيه زي ما جيت لبنتي بالعربيه اقسم بالله من وقت وشه في الارض ما عرفش يرد. وربنا شاهد على الكلام ده. انت لسه على ذمته ولا طلبت الطلاق؟ بقالها سنه وانا دلوقتي جاني قرحه وجاني نزيف وانا كنت بموت. وهو يقول لوالدتي انا هعمل ايه؟ انا ما اقدرش اسيبها. انا مش هظلم. تقول له مش هتظلم واحده عشت معاها 6 شهور وانا بنتي اللي عشت معاها 20 سنه. حلو لما تظلمها وتهد حيلها كده. وبقيت اقول له سيبني انا مش عاوزاها انا مش عاوزه اعيش خلاص. فين وفين لما قال كده انه طلق؟ انا ما اعرفش الحقيقه فين. انا ولا بدور ولا بسال وانا مفوضه امري لله. ويقول ان هو سابها الله اعلم ومعهم طفله. بس انت ما تاكديش ان هو سابها صح؟ هو بيقول انا اختي راحت معاه وزوجها راحوا بيه عند المأذون قالوا ان هو رمى يمين واحد وخلاص. الله اعلم ايه الحقيقه. الله اعلم يعلمها ربنا. طيب يا سحر تابعيني لو سمحتي. احمد من الدقهليه. وعليك يا استاذه ماها. اهلا وسهلا. معاك احمد متكون من الدقهليه. اهلا وسهلا اتفضل. اهلا بحضرتك تحياتي ليك ولضيوف الكرام. اهلا بيك. يا استاذه ماها ليه احنا بنظلم الرجاله دايما؟ يعني هل مثلا الرجاله هي اللي عينها دايغه؟ انا عاوز اعرفك بان في حريم برضه ستات والله انهم دايغه فعلا. لان انا ببص الاقي كله حمل على الرجاله على الرجاله على الرجاله. طب الست لما هي مش عاوزه تتعاكس بتزعل والله تزعل. انا بحس بكده. فانا عايز برضه هو عشان هي اولا المفروض التربيه في البيت الاول. محمد ست مين دي لو ما تعاكستش بتزعل؟ ان الراجل مش عليه كل حاجه. الراجل مش عليه كل حاجه. المفروض برضه الست تحافظ. انما انا بحس ان في ستات انها زي الرجاله بالظبط. في من انسانتين من دول ومن دول صح. فمش عاوزين نظلم من الرجاله عشان بالظبط. النهارده كل الرجاله قفش عليا ما اعرفش ليه. لا لا لا. طيب ماشي يا استاذ احمد خلاص وجهه نظرك تحترم طبعا ووصلت. طب عايز اعرف بقى راي حضراتكم. معلش هعرف ايه المدام. انا اسف يعني ام محمد دي عشان دي نقطه طبيه بحته. الكبار السن دايما بندور على حاجتين لما بيجي يطلبوا الزواج. اول حاجه بنشوف قدرات العقليه بتاعتهم هل في دخل عليهم الزهايمر ولا لا. ان في ناس بتبقى عندها مبادئ الزهايمر وبيبقى حاسس ان هو عايز يجدد نشاطه بقى وعايز يعمل كذا وعايز يعمل كذا. دي بتبقى زي نشاط مرضي. هنا لازم الاول فحص طبي. دي نمره واحد. انا مش عارفه افسر هو قاعد جنبها وهي ومش عارف ايه. في كارثه تاني بقى ان في ناس بيجي لها البروستاتا. كبار السن بيبقى عندهم تضخم في البروستاتا. تضخم البروستاتا بيديله احساس ان هو عنده رغبه جنسيه دايما.
وهو ما بيتعالجش. هو لو راح يتعالج هيلاقي الرغبه دي ما في، مش هي اساسا رغبه كاذبه، ده تضخم مرضي. هو مريض يعني في الاخر هتتعامل معاه انه مريض. لا أنا مش عليه هو، انا بتكلم احتمال، بنحط الاحتمالين دول. هي تعمل ايه؟ هي ما هنا لازم الاحتمالين دول احطهم في الحسبان ان هو يشوف دكتور فحص طبي. لازم فحص نفسي وفحص طبي عضوي لحته البروستاتا بالذات، ان دي كتير جدا رجاله الكبار بيبقى عندهم تضخم في غده البروستاتا، فبتدي له الارج ان هو عنده الرغبه الجنسيه، يقول لك انا عندي الرغبه وهي مش متابعين. طيب استاذ احمد، واحده زي ام محمد او واحده زي سحر تعرضوا للخيانه صريحه جدا، يعني سحر ظروفها كمان صعبه جدا يعني بعد كل احنا كده احنا خرجنا من نطاق العين الزايغه ودخلت في الخيانة. لمشاكل نفسيه في الصميم يعني هو ما في رجاله وحشه، في رجاله سيئه جدا، في رجاله ندله وفي رجاله واطيه يعني سوري، بس هي في كده فعلا موجود. فاحنا ما تبقاش هي دي السبب انه الراجل عمل معاها كذا، لا هو راجل سيء سيء جدا كمان يعني ما نعممهاش. لا ما نعممهاش، بس هي في الحاله بتاعتها هي سببها انه عينه زايغه وعندها بنت ضحيه، يعني هي ضحيه مكسور قلبها على بنتها اللي توفت وكان مشاكل رهيبه يعني. وهو بالظبط مش عارفه يعني في واحد بيبقى عايش في البيت ما بيصرفش على بيته للاسف الشديد، يعني في رجاله عايشه في البيت ما بتصرفش على بيته. يعني لما يعني انا عشان في المستشفيات باستمرار اغلب الستات لما يكون عندهم طفل او طفله مريض تلاقي الام اللي عماله تجري وتلاقي الاب ده ما بيسالش خالص. صح كتير جدا مش بفهمها دي. لا 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 في ثقافه كده اللي في طبقات معينه هي الام اللي عماله تودي يعني المستشفيات وتبات قدام المستشفى والولد ليه جلسه والولد مش عارف ايه يعني، وتلقي الاب في دنيا تاني هو عاش حياته بره، وحتى لو مش عيان هي بتبقى قلبها طول الوقت وجعها على وللاسف هو ده بيدي نفسه مبرر يقول لك ما هي مهملاني وسايباني انا بدور على الجواز عشان كده. يا خبر ابيض. انا بس عندي نقطه، ممكن يكون راجل مثلا وصل لسن معين او شاب وصل لسن معين فجوزه خلاص نتيجة مثلا ضغط الأهل أو حاجة، وبعد ما بيتجوز فهو بيعيش حياة عادية وبعد كده بيشوف حياته بره. أنا بحس بقى إن اللي هدير بتقول عليه ده انتقام من الحياة، انتقام من نفسه. قعدها في البيت بقى مش راضي عن حياته، مش راضي. بس وهو يعمل اللي هو عايزه واسمه الجواز وخلاص. دي مهمة يا هدير، اسمه الجواز وخلاص. طيب شكل اجتماعي معايا. علي. علي صباح دريم، صباح كل حاجة حلوة يا أستاذة معاها. صباح الفل يا علي، اتفضل. اسمحي لي بس انا هتكلم في القضيه اللي حضرتك بدات بيها البرنامج اللي هي القدس. القدس برضه ان اللي انا هقوله يكون مناسب على مستوى الحدث يعني. اتفضل. الله واتمنى ان صدرك يسعني يعني. اتفضل يا فندم. الله اكبر، قولها كلمه قويه. الله اكبر في الفضم دويه. الله اكبر يا بشر مش هي. الله أكبر والمقاومة أبية. الله أكبر والهوى فلسطين. الله أكبر والتراب حطيني. الله أكبر يا حروف حطيني جوه عين اللي ما حسش بيا. ماشي وخنجر من العروبة في ظهري، ماشي بجرجر خطوتي من قهري. صاحبي وأخويا وابن عمي وسهري شافوا جراحي ممسحوا دمع عينيا. يا فجري اطلع منتظر من عصري، عدوي لسه ما انتشاش من عصري. اكشف له وشك قول له انك مصري وانك مقاوم والمقاومه ابية. يا قلبي افرح باللي جاي وتهنى، ان مت تبقى حي ليك الجنه، وان عشت تبقى نلت ما بتتمنى. القدس القدس دايما للابد عربيه. شكرا يا فندم. شكرا ليك، ويعني انا مشكورك اولا على المتابعه وبشكرك على موهبتك الجميله والقصيده الجميله اللي انت قلتها لنا. طيب في ناس كمان بعت لنا كتير على الفيسبوك، خلينا نقرا كده سريعا. محمد ميدو، اسمي محمد رجب، ورأيي ان الرجل مهما كان طبعه هو لو حب البنت اللي اتجوزها مهما كانت اللي واقفه قدامه مش هيبص لها ولا مشاعره تتحرك ناحيتها. هو بيقول ان هو لو تمام. ده رأي محمد رجب. انا يعني اتمنى ان اللي انت بتقوله ده لو حضرتك لو ما حبهاش لو عملت ايه مش هيرتضي بيها، وانا اعرف ناس شخصيا بتعمل المستحيل والله، رغم كده برضو الراجل مش بيتمر فيه ومش بيحس ان هي عملت اي حاجه لانه هو مش بيحبها.
طيب انا انت بتقول حاجه مهمه قوي يا محمد هقلق عليها، بس هاخد رنا. يا رنا. الو. ايوه يا رنا. الو. ايوه يا رنا سامعاك. صباح الخير. صباح الفل. ممكن اقول حاجه؟ قولي حاجه. انا متجوزه. اوكي. متجوزه يعني حد مستوايا، انا مستوايا اكتر من مستوايا علمي او مادي. انت متجوزه بقالك قد ايه؟ بقالي دلوقتي داخله في سنتين ونص ثلاثه. معلش، انت متجوزه واحد اقل من مستواكي؟ مستواي المادي والعلمي. بس عندنا كمان كان في عند وكده، كان حب بقى وعند اهلي. وكان في عند. عندي عندي صراحتك يعني اهلي كانوا رافضين الموضوع ده، رافضين عشان المستوى العلمي والثقافي كده. اوكي. بس انا كنت بحبه هو، وهو كان ظاهر ان هو كويس جدا وبيحبني كل الحياه اللي انت عارفاها يعني. بس طيب. المشكله ان هو فعلا كان في الاول كويس، بس حسيت ان هو يعني اوكي، هو دلوقتي بشوفه مع بنات ببعت له المسج بتاعه. المسج انا ما بفتحش تليفوني، بس التليفون. ولو عرفتي منين انهم بيبعتوا له مسج؟ اللي هم فريند اللي بينا في نفس الاريا اللي فيها، في نفس الحاجه، يقول لي مع كذا في المكان كذا، فعادي انا بحاول اجي واكلم. هو على الفيسبوك يعني بيعملوا له منشن على الفيسبوك؟ لا 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 لا، في نفس الاريا، في اماكن عندنا، في اماكن بيسهروا فيها، يقول انا رايحه عند اصحابي نقعد. فبتعرفي ان هو في المكان تمام. فاصحابي يعني معظمنا اكواد بعضنا يعني عارفين بعض يعني، فيقول لي انا عند مثلا خالد او عند احمد او عند اي حد، فيتصلوا بيا ناس يقول لي ده هو في سهران مع ناس، يا ريت ناس اللي هم بيسهر مع اللي هم بنات يعني، مش قادره اقولها لك، اللي هم البيزنس جير بمعنى اصح. انت بتواجهيه يعني بالكلام ده ولا المشكله؟ بواجهه، انا بواجهه. بيعمل ايه بقى؟ غلطه، ده كانوا قاعدين، احنا قاعدين مره قال لي ده غلطه وحصلت سامحيني وكذا. تاني مره يقول لي لا، ما ده احنا قاعدين بس شباب، وهم اللي قعدوا معانا اصحاب قاعدين، ما حصلش حاجه. بس طبعا انا. هو جوزك بيشتغل يا رنا ولا هو بيسهر كل يوم ولا ايه؟ لا لا بيشتغل. اوكي. وانا ساعدته في بيزنس معين. هو بيعاملك كويس؟ طيب هو في الكلام كويس، بس انا تخيلت بعد كده لقيت حاجات بيقول لي عليها ان هي حاجات غريبه يعني. حاجات غريبه. تمام. فهمتيني؟ غريبه في حاجات معينه. ايه حاجات غريبه دي يعني ايه؟ لا غريبه في التصرفات. اكيد الدكتور وضحها لي في الظروف اللي مع حضرتك في حاجات شغل حاجات معينه كذا، يقول حاجات غريبه. فقلت له ايه؟ يقول لي فاني. قلت له لا سوري يعني. عاوزني اشرب معاه درينك؟ قلت له لا انا ما بشربش، انا بصلي. تمام. طيب يا رنا، انت لسه، انا مش عارفه، كنت عايزه اعرف هي لسه بتحب ولا في. كيمو بعت لنا مسج، بعت لنا قصدي كومنت، بيقول لو الراجل بيعمل، هقول لك بس انا مش عشان ايه. يا كيمو انت برضو قلت حاجه كده مش فاهماها. مراته حلو. الراجل بيعامل كيمو، بيقول الراجل بيعامل مراته معامله جيده طول ما هو على علاقه باخرى. قال ايه بعد ما تنتهي العلاقه دي بيعامل مراته يا سلام يا كيمو. دي احد الاساطير طبعا، احد الاساطير طبعا. ايه اللي انت بتقوله ده يا كيمو؟ ده فكر هو بيدخله في دماغه عشان يبقى ايه ضميره مستريح. لكن طول ما انا مبسوط هبسطها. يحارب ضميره اللي هو بيعذبه. الله 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 الله. دي برضو حاجه برضو شائعه جميله جدا ومنتشره. ده اي كلام يا كيمو طبعا، اوعى حد يقنعك بالكلام ده يعني. طيب عادل الشامي بيقول تحياتي، بعض الرجال بيعتبروا ده من عوامل الاثاره والعين الزايغه، كلمه مطاطه منها ما هو مؤثر ومنها اللي مش مؤثر. هو بعدين برضو في ستات عينها زايغه. في كمان احساس الراجل بمكانته. احنا قرينا بس بطه بتقول كل الكلام اللي بتقوليه صح، بس في رجاله عينها زايغه وفي لا. وانا بحبك قوي. طيب وانا كمان بحبك يا بطه. في رجاله عينها زايغه وفي رجاله لا، بس احنا بنتكلم النهارده على اللي عينه زايغه. مصطفى بيقول اغلب الستات بيفكرنا ايه تقول ما رايت. مش انا مش فاهمه يا مصطفى المسج اللي انت بعتها قوي.
حماده بيقول السيده التي تشكو من زوجها بما حباها الله من حنان العيب عندها قالوا كوني له اما يكون لك يا عبدا فرجل كالطفل محتاج. والنبي بطلوا بقى كلمه الرجل كالطفل دي، ما الست طفله برضو يعني. هو احنا انا كل ما حد يجي يتكلم يقول لك انا صير عامل راجل كالطفل، هي عندها طاقه تعاطفه اعلى حقيقي. والحب على فكره بقى هو اللي بيخلينا نكتشف، يعني يخلينا دايما نتعامل مع الطفل اللي في الشخص اللي قدام. الحب هو اللي بيخلينا نعمل كده. انتظرنا لو قعدنا نحكي في ده عشان بالزبط. نكتب روايات يعني لو أنا بالظبط كده ده حقيقي، ده حقيقي. ما هو هي بتبقى هي بتبقى كده فعلا. احنا انا مادام بحب واحده هتعامل مع غضبها على ان هي بنتي، على ان هي طفله بتصور، مش على انها واحده بقى مامتي ولا انها واحده ند زي ما انت بتقولي او الكلام ده كله. لو انا بحبها، لو هو بيحبها في حكايه ان طفل فعلا بالعكس برضه هي تتعامل معاه على انه طفل. بالظبط كده بالظبط. بس هي طب انت رايك ايه يا هدير؟ هي يمكن حته العاطفه عند الست زياده شويه، بس برضه هي تبقى محتاجه زي ما هو محتاج الاهتمام، هي برضه محتاجه الاهتمام. هي برضه بتحتاج ان هي تتعامل كطفله، بس هي اكتر بقى اللي بتتعامل معاك كأم. هي بيبقى عندها مشاعر ام اكتر من زوجها. ام اكتر من زوجها. في نقطه بس، يعني في نقطه، هي يا جماعه الست بتحب تتعامل كطفله اكتر ما تتعامل كست على عند مرحله معينه، مش على طول. صح. ليه المرحله المعينه؟ مرحله اللي هي اللي بنسميها ايج كرايسيس، اللي هي بنسميها لحظه في راجل بيبقى ماشي في حياته ان هو عيل او شاب واتجوز وخلف ومع ذلك حاسس بشبابه وحاسس انه مطلوب ومرغوب. يجي فتره يلقى واحد مثلا اخو صاحبه ولا بنت صاحبه هو بيبص لها وبيعاكسها، فهي بصت له كده ايه انكل. صدمة بقى. دي صدمة حضارية. حضارية. طبعا بنسميها الصدمة الحضارية، صدمة العمر. أنا عجزت وأنا شعر أبيض، أنا شعري نزل، أنا كنت بنك والله يا إخوانا. وأنا بيد دلوقتي أصلع. بنت صاحبه يعني بنت يعني أو واحدة صاحبة بنته تيجي تقول له عمه ولا عمه إزاي يعني. دي صدمة بالنسبة له. فهنا بيدخل سنة في اكتئاب. أوكي. ساعات بيجي يهرب منها إن يبتدي بقى يتعرف بقى إيه بواحدة أخرى تحسسه بقى ان هو لا ده انت مطلوب، ده انت كلك شباب، انسى المرض، ده انت مش ده انت مش مريض، ده انت زي الفل، انت مش عارف ايه. يقول لك دي رجعت لي شبابي تاني. ما تقوليش يا عم. وفي سيدات كده في سيدات كده برضو تيجي عند في الاوائل الاربعينات اهمال من الزوج، قلت لك انا عايز احس ان انا مطلوبه، انا ابتديت احلو، ده انا بتعاكس، ده انا مرغوبه. وهي اوائل الاربعينات كبيره يا دكتور؟ لا صغيره لسه. ما هي لا، ما ساعات تلاقي بنتها مثلا في الجامعه. ايوه تلاقي بناتها طولها وقدها وبيتعاملوا معاها اللي هو تلاقي واحده صاحبه بنتها يقول لها طنط ازاي يعني بقى؟ طنط ايه؟ طنط ايه بنت يجري؟ ساكتيني طنط على فكره. فهنا برضه صدمه بالنسبه لها حضاريه شويه. انا ايه؟ انا عجزت ولا ايه؟ فبتبقى عايزه عمليات تعويضيه. فهنا دايما نقول ايه؟ لما الراجل والست يناقشوا في بعض، دايما اقول لهم لما انتوا تناقشوا في بعض في البيت بس المشاكل ما تزيدش قوي، ده مطلوب عادي يعني. تحسوا ببعض احسن من الفطور. بس هي كمان في نقطه بقى، حكايه ان انا لازم في تقبل من مجتمعات معينه لده. يعني في ستات تقول لك مش مهم طالما كده كده بيرجع عندي، ما يعمل ولا عينه تزوغ ولا لا، مش فارق معايا. وستات تقول لك لا، يعني في ست بتبقى حاسباها حسبه معينه بس ما يتجوزش، يعمل لا ما يتجوزش، بس ما يتجوزش، ما يتجوزش صح. هي بتقبل بالعلاقه بس ما تقدرش تتجوز. برضو دي نقطه احنا برضو مش فاهمينها، او اكيد ليها تفسير يعني عند الدكتور، واكيد عند انا عايز اعقب بس على مكالمه مدام سحر. سحر بتتكلم على ان هي وجوزها فريندز على الفيسبوك والكلام ده. عارفه لما كنا بنتريق نقول ايه اللي هو بيبل ار نوت ريدي فور ديموكراسي، احنا برضو كشعوب وي ار نوت ريدي فور سوشيال ميديا. ده حقيقي. يعني احنا بنتعامل مع السوشيال ميديا على انها يا اما اداه قنص كرجاله بتستخدمها كاداه قنص، يعني عايز اقول اللفظ التاني بالظبط كده، والستات بتستخدمها كاداه تجسس وترصد لخطوات جوزها وللكلام ده كله. تمام. بينما ده مش استخدامها. ففي ستات قاعده طول النهار تراقب هو عمل لايك فين، عمل كومنت فين، مين ردت عليه، مين عملت ايه من الكلام ده كله. دي من الحاجات اللي بتعمل حاجات اللي بتوجع لك وبتجيب له سمعه، وفي حين ان هو ممكن فعلا ما يكونش كده. يعني في بنات بيقول لك ده عمل لي 2 لايك بحبه. عمل لي لايك يبقى بيحبني. عمل لي لايك يبقى بيحبني يا جماعه. لازم يتجوزني ده. لازم يتجوزني. لا ده يتجوزني لو 2 لايك بكومنت. كده لا بتاع اللي قال خلاص لازم يصلح غلطته. يصلح غلطته. طيب معايا رولا. الو
رولا رولا معانا خط قطع معلش يا رولا. شيء عبد الله عبد الفتاح بيسوي مشكله الست قبل الجواز تحسسك ان هي جولييت ورومانسيه ايه ودلع ايه وكلامي دوخ شده اكتر حاجه تيجي بعد الجواز مع اول طفل تقلب نفسها تبقى محروس ابن خالتك. ماشي يا عبد الله ربنا. وبعدين بص بقى عبد الله بعد ما قال محروس وابن خالتك وبتاع لك ربنا يبارك لي في زوجتي اسمه عبد الله عبد الفتاح عشان لو مراته بلده اه والله اه والله تصدق انت. عماد علي المسؤوليه ملقاه على الجميع موافقه تماما لابد من توافر عوامل نجاح الاسره بين الرجل والست وعلى الزوج حقوق وعلى الزوجه واجبات. هي الفكره كلها في تقبل او انا مش عارفه الكيمستري اللي بتبقى ما بين الاثنين ومدى رغبه كل طرف الحفاظ على الثاني. طبعا يعني في طرفين بيبقوا داخلين الجوازه الجوازات بقى اللي انت بتشوفيها اكيد في يعني في, في, في اكيد في بنات وشباب في سنك بيبقوا جوازات صفقه او جوازات اللي هو عايز يتجوز بسرعه زي ما انت كنت بتقولي عشان دي اتجوزت قبلي ودي جالها ايه ودي ما جالهاش ايه وانت سنك كبر وانت سنك كبر والكلام ده. النقطه الثانيه تبقى في هي بقى ايه خلاص هي حاسه بقى طالما اتهانت بشكل او باخر يبقى انا مش هكمل. طب اتهانت لا اصبري شويه طب ما نكد عليه بقى شويه يمكن الاهانه دي تروح مني. هي بتبقى ليها علاقه في حاجات هرمونيه بقى يعني نتكلم بقى علمي يعني في حاجات هرمونيه الستات بقى عند سن معين بيبدا بيبدا حته المينوبوز المينوبوز بس ده ليه بعد كده بقى دي يعني ما دي فتره يعني ممكن مثلا سحر 46 47 في ناس بتجي لها المينوبوز من اول 40 لغايه 55 فهنا تمام. دي بتبدا طبعا بيحصل اوستيوبروز بقى وظهري ورجلي والصداع فالراجل يقول لك الله وانا اقعد ما يقدرش بقى دي وتقعد بقى ماسكه لي دماغها ماسكه لي ظهرها ماسكه لي ما تعياش يعني حضرتك ما تجيلهاش صداع يعني ولا ايه مش فاهمه يقول لك هي ويقول لك لما تيجي تشتري حاجات البيت قال لك كريستيانو رونالدو بيجري قدامي وهي صحيح. في البيت جوه البيت طب اكيد شوفي بقى عندك انت المشكله بقى نكد عليها يعني نكدت عليها فبقت كريستيانو رونالدو بره وجوه قاعده تعبانه ومدغدغه ومكسره. هاخد تايم محمد. الو ايوه معاك اتفضل يا محمد. الحاج محمد من اسماعيليه. اهلا وسهلا يا حاج محمد. انا بقالي 16 سنه 16 سنه ايه الست بتاعتي متوفيه بقالها 16 سنه وما اتجوزتش لغايه الان وعندي اربع ثلاث بنات ولد مجوز الثلاث بنات والولد وقاعد لغايه الان ما فيش ست. انت كنت بتحبها قوي صح؟ جدا 25 سنة قعدت معايا 25 سنة وتوفت وقعدت يعني ايه قعدت علمت الثلاث بنات خريج جامعات. ربنا يبارك لك فيهم يا حاج محمد. ربنا يخليك يا استاذة مها. ربنا يبارك لك فيهم وتحيه بقى يا جماعه الحاج محمد النهارده من الطف التليفونات اللي جات لنا دي الحاجات اللي انا بتكلم فيها يعني نقطه ان هو تقبل الاخر. يعني اعتقد ان انت شفت النهارده استاذ احمد دراما في الحياه اكتر من جامد جدا بس هو يشكر بناته هنا يشكر بناته وبناته لو ما كانش بناته واخدين بالهم منه طبعا وقايمين ببيته بالبيت مكان مامتهم كان لازم هيفكر في الجواز صحيح. لكن مش الولاد يهملوه ويسيبوه زعلانين قوي لك اصل بابا فكر في الجواز. يعني كانت لسه متصله بيا من اسبوع تقول لي اصل انا واختي واحده ساكنه في 6 اكتوبر والثانيه في مدينه نصر وبابا اخر مره زرته من 6 شهور. يعني انا اسف يعني قلت لها فين السكه احسن. والله العظيم قلت لها فين السكه احسن. استاذ احمد يعني تقدر تقول لنا ايه كده يعني خلاصه اللي احنا سمعناه النهارده؟ هل فعلا المشكله عند الاثنين ولا المشكله عند طرف ولا يعني اؤمن ان دايما المشكله بتبقى طبيعي. اي مشكله في الدنيا بيبقى ليها كذا سبب طبعا مش هنقدر ان احنا نختصرهم في سبب واحد او اتنين. المشكله لو في مشكله حقيقيه بتبقى من الاتنين واحيانا ما بتبقاش في مشكله ولكن بيبقى طرف من الاطراف متخيل انه في مشكله. دي نقطه. الحاجه اللي انا شايف بصراحه انها هتقدر ترجعنا على التراك او على الطريق المظبوط ان احنا نرجع للدين. نرجع للدين مش دروشه ونرجع للدين والكلام ده لا انا اقصد في حاجتين مهمين جدا في حياتنا احنا افتقدناهم. اول حاجه قداسه الاسره قداسة الأسرة حقيقي. احنا داخلين نكون بيت علشان نعيش مع بعض مش عشان نجرب.
مش عشان نجرب. احنا داخلين نقطه حلوه قوي النصيحه دي. يا جماعه نتجوز خلاص البيت مقفول علينا. طيب من البيت مقفول علينا دي اكبر وارقى من ان احنا نخش نجرب نفسنا كتير جدا. فيه كتير جدا. نستحمل بعض بعيوبنا. ما هو زي ما الست بتستحمل جوزها البصباص او الكلام ده كله، ممكن واحد يستحمل مراته طول عمرها ما تعرفش تطبخ. طول عمرها ما تعرفش تطبخ، طول عمرها مهمله في بيتها وفي نظافه بيتها وبيستحملها. بيستحملها. احنا قافلين على نفسنا. الحاجه الثانيه اللي بتخرج من من الموضوع ده انه الرسول يقول لك كل امتي معافى الا المجاهرين. الحكايات بقى، الحكايات. انا اتفاخر بعلاقاتي، اتفاخر بحكاياتي، فبنقل التجربه بتاعتي لواحد صاحبي، بنقلها لواحد صاحبه، بنقلها لواحد صاحبي. دي بيوت، كل دي بيوت. بيتنقل لها المشكله. مش حلو ابدا، عيب كمان. الحاجه الثانيه الحكايات بتاعت الستات برضو، بتسمع حكايه من صاحبتها تتاثر، تتأثر جدا، فتبتدي تطبق ده على جوزها. ده أكيد عمل كذا عشان كذا، أكيد عمل كذا عشان كذا. وهي تقول لا طالما عمل كذا يبقى أنا طالما عمل كذا يبقى هو كذا. حافظنا على قداسة الأسرة زي ما خلقها ربنا. هنقدر إن احنا نمنع الكلام والحكايات. فعلا الكلام والحكايات لا تتخيلي بتدمر أسر قد إيه. صحيح. دكتور جميل تنصح بإيه؟ بصي يا فندم، هي كل أسرة حالة قائمة بذاتها. زي ما أستاذ أحمد قال كده، ما أقارنش نفسي بحد. أنا بيتي قفل عليا، زوجي ليه تعامل معاه، هو ليه عيوب وانت برضو ليك عيوب، نتلافى عن بيوت بعض، بنترفع عن ان احنا نعير بعض، نترفع عن عيوب الاخرين، مالناش دعوه بالاخرين ومالناش دعوه احنا ليك مشكله، انا مكبر وانا عندي مشكله انت مكبره عشان الحياه تمشي. عند مرحله معينه عندنا اولاد عندنا احفاد، الحياه لازم تمشي بالاطار الصحيح، عشان احنا بنقول عشان الشكل الاجتماعي ولا وعشان احنا كمان لازم عمليه تفريغ باستمرار. الشكل الاجتماعي عشان نفسيتكم وعشان الاسره وعشان في ساعات يقول لك ايه اصل بلاش اتطلق، ده انا عندي بنت على سن جواز، بلاش اتطلق عندي واد عايز يتجوز، بلاش اتطلق عشان شكلي قدام الناس. لا، احنا عايزين الشكل الاجتماعي نحافظ عليه، وفي نفس الوقت لازم عمليه تفريغ بين الاثنين. تمام. انت مضايقني، انا مضايقك في كذا، الامور هتخلص وما ندخلش طرف ثالث. مهما كان الطرف الثالث ده من قرب لينا، مش هيبقى قد يكون ليه راي غصب عنه، ممكن يبقى غصب، هيفسد. ممكن يبقى هيفسد. تمام. هدير انصحي البنات بقى، انصفينا بقى. لا انا شايفه طبعا التفاهم والحوار ده بيريح كتير، وان ده اساس يعني الاسره. وان المشاكل ما تخرجش بره الباب، يعني الباب ما تخرجش بره الباب خالص. هم نفسهم يكونوا متفقين على نظام معين لحياتهم، متفاهمين وحوار، لا هي تروح تحكي لا صاحبتها ولا حتى الاهلاء، غير بقى المشاكل اللي هي الايه اللي لازم حد طرف يتدخل فيها، لا احتاج فيها المشوره ويبقى مش اي حد برضه. ومش اي حد طبعا. صح. وطبعا ما اسمعش كتير، ما اسمعش كتير، ما اسمعش كتير. برافو عليك. عشان طبعا ده بيخرب الدنيا تماما، واقعد اقارن واشوف ولا واطبق ده هيعمل معايا كده. يعني موافقين باذن الله، وارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا. بشكر ضيوفي الاعزاء كاتب الروايه استاذ احمد مدحت، شكرا جزيلا. بشكر دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي ورئيس لجنه الصحه النفسيه بالمجلس المصري لحقوق الانسان، شكرا دكتور جمال. بشكر استاذه هدير صبحي مؤسس حمله عايز اتجوز، شكرا استاذه هدير. وبشكركم كلكم للمتابعه، بشكر كل الناس اللي اتصلت بينا النهارده، وكل الناس برضو اللي حاولت تتصل وما عرفتش. فوق راسنا ان شاء الله لاحقا اسمعكم واتواصل معاكم. كل الناس اللي بعتلنا على الفيسبوك معلش ما قدرتش اقرا كل الكومنتس، بس حاضر يعني هرد حالا. شكرا ليكم ويوم سعيد، وان شاء الله جمعه مباركه على كل اللي بيشوفونا. تقضوا ويك اند سعيد، سعدتوا بصحبتكم. انا مها موسى على مدار الساعتين ونص اللي فاتوا، واشوفكم ان شاء الله كل خميس وجمعه زي ما تعودنا، قضايا اجتماعيه تهم الاسره المصريه. صباح جديد، صباح دريم ويك اند، فكونوا على موعد. سلام.